اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجنا صحتك في العيد. النهارده هنتكلم عن مواضيع كتيره جدا وضيوفنا متعددين، ولكن النهارده معانا في الفقره الاولى دكتور مينا صفوت، دكتور استشاري العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه جامعه القاهره. والنهارده هنتكلم عن تقويه جهاز المناعي في الظروف اللي احنا فيها وعموما للانسان، وهنتكلم عن التغذيه السليمه واخطاء التغذيه السليمه وازاي ان احنا نحافظ على جسمنا ونحافظ على جهاز المناعي. في البدايه كده انت تعالوا نرحب بضيفنا دكتور مينا صفوت. اهلا بيك يا دكتور، كل سنه وانت طيب وحضرتك طيبه وعيد سعيد عليك وعلى اسرتك بالخير يا رب. ربنا يخليكي والساده المشاهدين ومصرنا الحبيبه كلها بخير وسلام. وحشتنا بقالك فتره ما طلعتش معانا. ظروف شغل يعني. ربنا يقويك ويديك الصحه يا رب. ربنا يخليك دكتور. النهارده عايزين نتكلم عن التغذيه السليمه وطرق التغذيه السليمه، ونتكلم عن كمان اخطاء التغذيه في جسم الانسان. تمام، حابه نبدا بايه؟ نبدا يلا. عايزين نعرف الساده المشاهدين التغذيه السليمه في جسم الانسان والطرق بتاعتها وفوائدها. حلو، خلينا بس نتفق الاول كده، التغذيه السليمه دي هو اني اكل كل حاجه، مش يا ما بحبش كذا يا ما باكلش كذا. عارفه الفكره كلها احنا اللي بنعلم عيالنا واحنا اللي بنقدر نحط لهم النمط الحقيقي او النظام التغذيه السليمه حسب تربيتنا ليهم. تمام، مفيش حاجه اسمها ما باكلش حاجه، كل حاجه حلوه وكل حاجه ليها فايده. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق لنا الاكل خلق اكل معين في الصيف واكل معين في الشتاء، ده بيفيدني بطريقه وده بيفيدني بطريقه. فكره اني اركز على صنف واحد او نوع واحد من الاكل هي دي اكتر حاجه تدمر المناعه وتدمر التغذيه السليمه بتاعتي. تمام، تعالي نتفق ازاي اعملها. احنا دايما بنقول للناس الاصحاء، مش بس هنقول للمرضى ولا الناس اللي هي مترددات العيادات بتاعت التغذيه والرجيم والدايت وحتى النحافه، بنقول لهم حبيبي انت محتاج انك تاكل في يومك الثلاث وجبات ما بينهم سناك. هتقولي طب ما احنا قاعدين في البيت دلوقتي والدنيا حاضره هنتخن يا دكتور. وهنتخن. أيه؟ لا، هو حضرتك القصه كلها في الاكل، ان دي مكنه او زي بالظبط كده اله محتاجة كل شوية تاكل وتحرق علشان تقدر تديني الطاقة. فكرة ان انا انام طول النهار او انام طول الليل واستنى وجبة واحدة بس عشان اكلها، دي فكرة خاطئة. دي بتحمل على الجسم وتعمل تراكم للدهون، بل بالعكس بتبقى مضاعفاتها بعد كده احد اسبابها الكوليسترول والسكر الدرجة التانية، ان العين يعيا بسكر. طب دكتور انا بس هقطع كلامك في نقطه معينه حضرتك لسه قلتها دلوقتي، قلت ايه؟ ان هو ياكل الثلاث وجبات وفي وسطيهم سناكس وعشان يحرق. طب احنا دلوقتي نسبه الحرق عندنا ضعيفه لان احنا قاعدين في البيت ما بنعملش اي حاجه، فهنحرق ازاي؟ حلو قوي السؤال ده. تخيلي ان الاكل نفسه ممكن يبقى مصدر من مصادر الحرق. بمعنى يعني انا مثلا لما اجي اقول لبني ادم كل، هضرب لك اكزامبل كده، يعني مثلا نقول ايه، نقول له مثلا كل ثلاث اربع خيارات بمقام مثلا نص كيلو خيار مثلا في اليوم، بينقنق فيهم هم والجزر او الخس. بطني علشان تهضم الاكل ده، يعني بطني عشان تحرقه، لان الالياف والخضروات من الحاجات اللي بتاخد تايم او بتاخد وقت شديد شويه في الهضم، هتستهلك طاقه اكتر من الحاصل بتاعها. يعني وليكن مثلا لو انا هاكل 100 جرام خيار عشان بطني تحرقهم، هتحرق وليكن اكتر من 105 سعر. الريزلت بتاعت السعرات اللي هتطلع من الخيار بعد ما يتهضم 34 سعر. فاهمه القصه ماشيه ازاي؟ انا بضرب امثله عشان الناس ما يعني تاخدش الارقام. يعني في اكلات ممكن ان هي تحرق الدهون واحنا قاعدين في البيت. واحنا قاعدين في البيت بالظبط كده، عشان كده بنركز على الخضار والفواكه والبروتينات. لان النشويات والدهون والسكريات والحاجات دي كلها بتستحرق بسرعه قوي، ففي خلال ساعتين بالكتير يكون الجسم امتصهم وطلع بينهم طاقه كبيره وعاليه. طيب دكتور، التغذيه السليمه الصحيحه لجسم الانسان. الفطار رقم واحد. الفطار، ما بنقولش للفطار اكل معين، لا افطر كل حاجه. انت عارفه حتى الفطار اللي هو اللي هو بتاع الفول والطعميه، لا مش بس كده، حتى بتاع الانتر كونتيننت اللي هو بتاع الفنادق والحاجات دي اللي كلها، اللي هو الجبن والمربى والجبن ومربى وزبده وكيكه وشاي ولبن. القصه كلها في اني انا افطر كويس قوي، لان هي دي الوجبه اللي اسمها بريك فاست، اللي هو كسر الصيام. كسر الصيام من الوجبات المهمه اللي هتفضل معايا طول اليوم في الحرق بتاعي. تعتبر الوجبه الاساسيه يا دكتور، المين ديش بتاعتي. هي دي الحقيقيه، ولو هتاكلي فيها اي حاجه كلي على قد ما تقدري. النقطه الثانيه اللي هي وجبه الغداء. وجبه الغداء وجبه مهمه، بس احنا لازم نديها شكل، لازم يبقى فيها كل العناصر الغذائيه. ما ينفعش كل يوم مثلا ناكل مكرونه وبانيه، ما ينفعش كل يوم هاكل شاورما، مش هينفع كل يوم احمر بطاطس. الفكره دي في حد ذاتها
متعبه للجسم ومرهقه للجهاز الهضمي، انت محتاجه تاخدي كل العناصر الغذائيه بتاعتك. فانا عندي تايتل او عندي اطباق معينه لازم تبقى موجوده، طبق السلطه، طبق الخضار، النايب بتاعي، بعد كده النشويات بقى حطيتها في شكل رز، حطيتها في شكل مكرونه، حطيتها في عيش. وان كان العيش ده حاجه مهمه برضو، لكن ما بيفضلش ان احنا ناكل رز وعيش مثلا او مكرونه وعيش، ناكل حاجه واحده طبعا، لان النشويات انت مش محتاجه تاخدي منها كتير. فكره اكلتي اساسا لازم تبقى اكله متقطعه، عشان كده قلت لك هناكل ثلاثه ومعاهم ثلاثه سناك. مش لازم اكل كل الوجبه دي دلوقتي اوتوماتيك بعد ثلاث او اربع خمس ست ساعات هجوعها. طبعا لا، انا ممكن ابتدي مثلا الوجبه بتاعتي بالخضار والسلطه، او الخضار والنايب بتاعي اللي هو اللحمه، بعدها بشويه هاكل الرز وخضار تاني، بعدها بشويه هاكل سلطه، بعدها بشويه هاكل الفاكهه. انما لو اكلتهم كلهم في خلال نص ساعه مش معقول هقعد ست ساعات من غير ما اكل، فعشان كده هجوع. صح. فكره تقسيمه الوجبات دي بتسمح لي ان انا اخد اللي انا عايزه والباقي جسمي يستغنى عنه ويبتدي يطلع طاقه اكبر عشان يحرق الاكل الموجود ده. فكره ان انا مشغل المكنه بتاعتي على طول، بالظبط، الجهاز الهضمي بتاعي ومعدتي شغاله، ده في حد ذاته بيخسس. يعني ده ما يتعبش يا دكتور؟ بالعكس، ان هو شغال على طول. ده شغال على طول، ده هو افيد ليه. اللي يتعب جدا ان صايم لوقت طويل وافطر على عشان كده حتى الناس لما بتيجي تفطر بعد وقت كام من رمضان، كل سنه طيبه وانت طيب. ما كانش الموضوع بسيط يعني. بيقول لك انا بشرب شويه ميه عشان عطشان، بعد كده ما بقدرش اكل. بالظبط، في ناس يقول لك انا باكل باخد عصير وتمر وما بقدرش اكل، ممكن بعد ساعه ساعتين ممكن اكل تاني. ولو فكر ياكل بقى ويتقل هيجي على السحور مش قادر ياكل. بالزبط. يفضل طول السحور من بعد السحور لغايه تاني يوم المدفع تعبان وعنده انتفاخات وجهاز هضمي. لا، احنا بناكل بنريح بعض. لان جسمي ده يا صاحبته يا هو ضايقني. صح، ما هو طول ما الجسم بيضايق الانسان عمره ما هيعيش مرتاح اصلا. بالظبط كده، حتى يعني في الامراض عموما لما نيجي ناكل كتير قوي وناكل اكل دسم تلاقي معدتنا انتفخت، القولون تعبان، بيحصل حاجات كتيره جدا، اضطرابات في المعده، ده بيأثر برضه على الانسان. بالظبط كده، يضايق البني ادم. انت عارفه فكره ان البني ادم يبقى قاعد مش مرتاح، يعني تخيلي مثلا حاجه زي ما انت قلت كده، القولون لو التهب شويتين هتلاقي البني ادم ده طول ما هو قاعد بطنه منتفخه، محروق جدا، لان وارد تعمل له انتفاخات وغازات مش قادر يتحرك. بالظبط، بتوتره، بتعصبه، بتصدعه، بتخلي دايما نفسه غم عليه. تخيلي ان القولون ممكن يخلي باد مود، يعني يخليكي قاعده متعصبه، تبقي بتشتغلي وكل الريلاتيف وكل الناس اللي حواليكي بتتخلقي عليهم من غير سبب، يعني لان هو الالم بتاعه صعب جدا يا دكتور. بالظبط. طب دكتور، عايزين نرجع تاني نقول ايه اسس التغذيه السليمه؟ مش هنقول الاسس او شروطها، يعني ايه الاساس بتاع التغذيه السليمه؟ في اكلات معينه لازم ما تتنازلش عنها، دي اللي احنا عايزين نعرفها. يعني ايه الحاجات الاساسيه في التغذيه السليمه بجسم الانسان؟ حلو خالص، خلينا نتفق. الالبان، البيض، ما تقوليش بقى ما بحبوش، اكلتيه مسلوق، اكلتيه مقلي، اكلتيه اومليت، تحطيه على طبيخ، انت عارفه الناس اللي بتحب تعمل اللي هي الخلطات الشكشوكه ولا الحاجات بالبيض. بالظبط كده. انت هتحطيه اللبن والبيض والجبن والزبادي، دي من الحاجات المهمه. كل البقوليات جميله، اللي هو ممكن ماما تعمله في شكل ذره في فشار مثلا، ممكن بالزبط. تعمل فول، البسله، اللوبيا، بالظبط، الحاجات اللي في العدس، الحاجات اللي دي حاجات مفيده جدا. بعد كده طبعا البروتينات، اي حاجه تانية بقى مقبوله. الخضروات، مش طبق السلطه لا غنى عنه يا دكتور. طبعا طبق السلطه ماما لازم تنوع فيه شويه، يعني خلينا نبقى مبتكرين. الفلفل الاحمر والفلفل الاصفر والبقدونس والجرجير، ولو تقطعه شويه كده مشرشر وتعمل للطفل شكل قطه، شكل الخياره شكلها غريب. صح. اللي هو اخليه يساعدني في في الخضار، احببه في الاكل اللي انا بعمله عشان ياكله. اقول له يلا اعمل السلطه بتاعتك اللي انا اكلها، شوف انت عايز تحط فيها ايه. الالوان الكتير، طريقه، على فكره في ناس ما بتحبش السلطه المتحيقه، اللي انت عارفه اللي هو ان احنا قطعناها كلها على بعض وادينا التوابل. في ناس بتحبها سلايس. سلايس. حضرتك بس تطلعي له، لا انت طلعي له طماطميه وخيارايه وجزرايه، هم في بطنه هيبقى سلطه. هو بالظبط. يعني في الاخر هيبقوا سلطه في معدته. طب دكتور، انا عندي سؤال، هل الكتر التناول الالبان والبيض والزبادي بيأثر على المعده؟ يعني ممكن تطلع عفونه، اضطرابات؟ جدع. رغم ان هي مهمه، يعني هي مهمة لجسم الإنسان، بس في ناس بتكسر من 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 تناولها. بصي، هو خلينا نتفق، الموضوع ده بيرجع لرغبة البني آدم، يعني مش معنى إن أنا قلت لك شرط إن أنا أحط البيض واللبن والجبنة فيبقى هم دول الأكل الأساسي، لا، يعني في واحد بيبقى عارف إن هي بيضة تكفيه، لا، في واحد ممكن يفطر ويتغدى ويتعشى بيض، مش مشكلة، مش فارق معايا. اللي بيتعب من اللبن، بيضات في وجبة واحدة. بالظبط كده. يقول لك أصل ده مفيد. هو فعلا مفيد، بس طبعا لو في سنه صغير بيحرقه علشان الكوليسترول ما يزيدش.
وان كان في دراسات جديده طلعت قال لك ان فكره الكوليسترول من بعد الخمسين والبضايه ابتدوا ما يثبتوهاش زي زمان، لان البيض من الحاجات المحفزه جدا على فكره، من الحاجات الحلوه قوي للمناعه لما هنوصل لموضوع المناعه. احنا لسه هندخل على جهاز المناعه. لكن عايز اقول لك انه لا، كل واحد اضرب نفسه عارف بياكل ايه. ما هو الجرجير والفجل مفيدين جدا، بس في ناس لما بتاكلهم القولون بيقوم عليه، خاصه الفجل. كمية الكبريت اللي فيه ممكن تبتدي تعمل انتفاخ في المعدة بالظبط كده. لكن في ناس بتعرف تاكله، في ناس بتاكل دوريا فيه، يعني ناس كل يوم تاكل فجل ما تتعبش، دي تبقى راجعة للجسم. انما لا غنى عن الوجبات دي او لا غنى عن الطبق ده او الحته دي، علشان بس التناول بحرص كل حاجة. وعادات بسيطه، كل حاجه على فكره، كل حاجه يعني، حتى في فكره الدايت العاديه ان انا ايه اكل يا دكتور، معلش اكل تفاح وبرتقان وجوافه وموز وما اكلش مانجا، ما اكلش مانجا وبلح وعنب وتين والكلام ده، لا يا حبيبي الموضوع ده غلط. ما هو انت ايه هتاكل لي قفص جوافه مثلا ولا طن تفاح قدام كان منجايه نفسك فيها، ما تاكل المنجايه. في ناس بتاكل البطيخه يا دكتور وهي قاعده، يعني بيجيبوا البطيخه دلوقتي ويقعدوا دي بطيخه انا هاكلها عشان الجو حر وبيرطب على المعده، وجبنه وعيش، والعيش كتير طبعا لانه بياكل. فالناس بتدخل في موضوع تاني خالص برضه، ده فهم خطا يعني متهيألي. بالظبط، كل حاجه في الدنيا تزيد عن حدها مش مفيده، مش صح، لان جسمي محتاج العناصر التانيه. مين قال ان ما اكلش مانجا؟ باكل مانجا لان جسمي محتاج الملح اللي فيها، باكل طماطم لانه محتاج الملح اللي فيها، والا الضغط هيوطي. يعني احنا لما بنيجي نعمل دايت لعيان بنقول له ايه؟ ما ينفعش تفضل عايش على خيار وخس وجزر. بالظبط، ما هيجي له هبوط. هيجي له هبوط بالظبط كده، لانه بيحصل له عمليه تبول، ان يبتدي يحصل ان الجسم يفقد الميه بتاعته، فبمرور الوقت الملح ده ينزل فيهبط. يقول لك انا السكر وطي عندي. هو ما وطيش عندك يا حبيبي، ضغطك هو اللي وطي. ضغط الوطي. فعشان كده احنا بنقول له كل قدام خيارتين ثلاثه معاهم طماطميه. يبقى المية اللي هتنزل من الخيار ملحة هيعوضها بتاعت الطماطم. هي القصة كلها يعني حاجة بتعوض حاجة. بالظبط، أسست من الأكل هاكل كل حاجة. عارفة فكرة إن أنا باكل من كل حاجة حاجة، مش هتحرم منها طول عمري. طيب دكتور، إحنا من كلامك ده عايزة ننتقل لنقطة بسيطة. في الظروف اللي إحنا عايشين فيها دلوقتي وانتشار فيروس كورونا، طبعا يعني هنتكلم في العموم مش عشان احنا في فيروس كورونا ولا اي حاجة، انا بس عايزة اتكلم ان احنا ازاي من عادتنا في البيت ازاي نحافظ على جسمنا. مش هقول دايت لان في صعوبة في الدايت واجراءات الدايت وبرنامج الدايت، ففي صعوبة. فهل ايه اللي احنا ممكن نعمله حفاظا على جسمنا بدل ما نخرج من الفترة دي؟ يعني ما شاء الله مش هنخرج من البيبان. بصي، هو يعني هو مبدئيا فكرة ان احنا نعمل دايت مع كورونا مش حاجة لطيفة، تخيلي. وإن تمام. كانت السمنة من الحاجات اللي بتزود المرض. أنا كنت لسه عايز أسأل سؤال برضه. تمام. يعني هل إن إحنا لو ما عملناش دايت في فترة فيروس كورونا، ده حاجة صح إن إحنا بنحمي جسمنا وبنقوي جهاز المناعة بتاعه، أو من كتر إن إحنا بناكل أكل فده هيحافظ إن إحنا ما نصابش بفيروس كورونا؟ طيب، ما أنا هقول لك بقى المعادلة دي تمشي إزاي. يعني أنا عايز أعرف بقى. يعني في واحد مثلا يسأل السؤال ده يقول لك إيه؟ لو قلت إن إحنا ما ناكلش المناعة هتقل وإحنا هنتعب، وبعدين رجعتوا لغبطتونا وقلتوا البني آدم المليان شوية أو اللي عنده سمنة كتيرة ده معرض لكورونا أكتر من البني آدم الهيلثي أو البني آدم اللي صحته كويسة. يعني ناكل ولا ما ناكلش؟ قول لنا بقى يا دكتور، ناكل ولا ما ناكلش؟ فكرة الدايت، عشان نبقى احنا متفقين، اللي انا قلتها في اول الجملة من شوية ان الدايت مش مناسب دلوقتي في حالات الكورونا. الدايت اللي انا اقصده مش الدايت اللي انا الطبيعي اللي الناس بتعمله، ان انا اخفف اكلي واظبط كل حاجة واكل الاكل بكميات مقبولة. لان في دايت بيتعمل غلط اللي هو الدايت الكيميكالز، الحاجات اللي بتبقى عنيفة قوي، اللي هي في ناس بتاخد يقول لك يومين زبادي وثلاث ايام موز ويومين مش عارف شيبسي. فكره ان انا بعمل دايت قاسي قوي بالطريقه دي، انا ضعفت المناعه. بالظبط، ده مش هقدر انا كده عمل بوظت المناعه. تمام. انما لو انا ابتديت اعمل الدايت المنتظم اللي هو بقى النظام الهيلثي او اللي هو الغذائي الطبيعي او الصحي، ان انا افطر واتغدى واتعشى، واللي مش هاكله دلوقتي هاكله بالليل ما انا قاعد في البيت مش بخرج وما ورايش حاجه. بالزبط. يعني مثلا بدل ما كنت باكل مثلا حته الجاتوه مره واحده، لو انا قسمتها على مرتين هاكلها مرتين في اليوم بعد الغداء بعد العشاء. بالظبط كده، حرقت الجزء الاولاني منها، عملت اي ممارسه رياضه سواء في البيت او لو انا راجع من شغلي. بحكم ان المواصلات دلوقتي زحمه وانا خايف ممكن اتعدي، ممكن اتمشى شويه، ممكن اجري شويه، انزل محطتين قبل بيتي وانزل اتمشاهم، انزل اجيب طلباتي، فهحرق ده. ده النظام الصحي المظبوط اللي هو هفطر واتغدى واتعشى. ده ما يضعفش المناعه، اكل كل حاجه فيهم، ده ما يضعفش المناعه. انما هتعمل دايت غلط، هتقولي علشان اصلي انا سمعت ان في دايت بينزل بالخمسة كيلو في الاسبوع. حبيبي انت كده، ان سهل جدا ان الكورونا تلطشك، لان الكورونا بتعتمد على ضعف المناعه، خاصه
ان هم دلوقتي بيتكلموا ان هو تراكمي، يعني مش وارد ان انا اتعرض له اول مره وعي على طول، يعني بتتعرض مره في مره في مره بالظبط كده. فحضرتك بتنزل كل يوم وبتقابل ناس كل يوم مش عارف حياتها ايه، فلو مناعتك مش كويسه مش هتقاوم. صح بالظبط. يعني الدايت مرفوض. ما هو مرفوض لو بيتعمل غلط بدون استشاره طبيب، ولو بيتعمل بالنظام اللي مش صحي، مش اللي هو بالهرم الغذائي اللي احنا قلنا عليه، ان انا ما باكلش ثلاث طقات وباكل كل حاجه. انا النظام المقبول في الدايت ساعه الكورونا اللي هو منخفض السعرات بس، اللي هو ان انا منخفض السعرات اه، يعني ساي مثلا كنت بفطر رغيف انا اخليه نص وتدريجي ينزل ربع، لكن مش همنع العيش، مش هاجي اقول لك اليوم ده كله هتاكليه موز واليوم ده كله فشار ويومين بس بطاطس، اللي هي الانظمه المميته اللي بتبوظ الجهاز بتاع المناعي. هي دي القصه كلها. طب دكتور هنقف عند النقطه دي وناخد اتصال. تمام. مدام ساره. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور انا عاوز اسالك سؤالين، السؤال الاولاني عشان بنتي عندها 9 شهور، اغذيها ازاي؟ ادخلها الاكل ازاي؟ طب طب مدام ساره الاول كل سنه وانت طيبه. طيب. وحضرتك بس لو ممكن تعلي صوت حضرتك شويه عشان نقدر نسمعك بس. عشان اسمعك. الو تسمعني؟ اتفضلي. اتفضلي. بقول لك يا دكتور انا بنتي عندها 9 شهور، عاوزه اغذيها يعني عشان هي بتسنن. ادخلها اكل ايه عشان التسنين بتاعها؟ كويس ماشي اوكي. هندخلها اكل ايه؟ يا دكتور انا يعني انا صحيحه وكل حاجه، بس انا بس المشكله عندي ان انا بطني، عشان انا كنت والده قيصريه. وزني 70 كيلو. 70 وكرفيعه؟ اه. طب طول حضرتك قد ايه يا مدام ساره؟ مش فاكره طولي كام يعني، ما قدمتش اقيس طول يعني اقيس بس وزني، عشان كنت هنا كنت بقيس وزني على طول، وعارفه وزني اللي هو 70 كيلو. 70 كيلو صح كده؟ اه. طيب حاضر هجاوبك يا ساره. شكرا على اتصالك يا مدام ساره. بالنسبه للاطفال هو اوتوماتيك كده ابتداء من الشهر السادس فبنبتدي ندخل البيبي، يعني هنبتدي من السادس وفيما فوق هنبتدي ندخل، لان الرضاعه احنا عارفين ان اللبن الحلو خالص بتاع ماما اللي هو اللبن الصحي اللي بينزل منها لغايه فتره الست شهور هو ده اللي بيدي للبيبي المناعه، وان كان في امهات محرومه منه فبتضطر تتعوض بالصناعي، لكن ده برضو مش مشكله. ابتداء من الست شهور هتبتدي ماما تعمل كوسايه وجزرايه مسلوقه وتحط مهروسة. عليها اه وتحط عليها تضربها في الخلاط، مش مهروسه بس اه تضربها في الخلاط. تمام. وتبتدي تحط عليها سنه ملح وسنه كمون خفيف بس كده اه، ويبتدي البيبي ياكلها. في نفس الشهر السادس ده نبتدي ندي الحاجات اللي بتتحضر، مش هقول الاسم التجاري بتاعه بتاع البودر ده اللي بتحط عليه ميه سخن اتفقنا، وتبتدي ماما تاكله. بعدها بشويه تبتدي ماما ممكن تدخله الزبادي شركات، مش الزبادي اللي هو البلدي. البلدي ده هيكسر له الدم. لا 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 ده ممكن يجيب له انيميا يبهدله. طب ليه دكتور؟ اه البكتيريا اللي فيه. احنا ما بناخدش لبن فهم. اتفقنا فهم. احنا ما بناخدش لبن، احنا بناخده مبستر. تبتدي ماما تبتدي تسلق له تفاحه، يعني تبتدي تسلق التفاحه من غير قش وتهرسها له وتبتدي تديها له واحده واحده كده على سن التسع شهور سنه. في ناس بتتفطم فكره البسكوت باللبن، بسكوت بالشاي بالزبط. عارفين اللقطه اللي هي بتاعت الاكل. ماما بتاكل كل حاجه الطفل في الوقت ده، لان في ناس بتفطم بدري. البيبي لازم يكون بياكل كل حاجه سنه او تسع شهور بالظبط كده اه. لان بعد كده اللبن بيبقى بالنسبه للماما مجرد حنيه، يعني بيبقى البيبي بس بياخده بس مش اه عشان ينام، علشان بالزبط. يحس بيها بقربها، فما بيبقاش كامل العناصر الغذائيه بتاعته. يعني هو المفروض يا دكتور الطفل ياكل من ست شهور. من ست شهور. من ست شهور نبتدي ندخل الاكل، لان اللي هو الزبادي والبسكوت اللي هو الخضار الاول والتفاح اه، وبعدين البودر المسحوق اللي بيتعمل اللي هو بتاع الاطفال، سواء بقى بطعم القمح بطعم الرز بطعم على حسب هو بقى هيستطعم ايه. ويفضل القمح طبعا، لان الرز من الحاجات اللي بتنفخ يعني بتدي ويت. هو القمح كويس ومفيد للمعده كمان، ما بيعملش انتفاخ طبعا. وتبتدي بقى واحده واحده طبعا. المفروض حضرتك لو انت عايز تسمعي مني المفروض بتتابعي مع دكتور الاطفال، لان انت المفروض ان كل شهر تقريبا بتوزنيه دوريا بالظبط، وتشوفي الطول والوزن بتاعه. اه بالظبط. وارد الدكتور يقول لك لا دي محتاج كذا، محتاج ندخل كذا، وارد ياخد فيتامينات، ما تنساش ان الكالسيوم والحديد لو بعد الشهر عنده انيميا ياخد وقت طويل، ومرحله الكلام الجمجمه والعظم بتاعه يقفل. يعني لا يعني مع دكتور الاطفال ده الموضوع ده بيبقى سهل قوي. بالنسبه لك انت حكايه انك نحيفه و70 كيلو يعني لا، يعني لو طولك مناسب اصلي انا اشك ان انت 170 لو مناسب لوزنها فده كويس، مش كويس قوي يعني. هي لو طويله 170 حلو جدا يبقى طولها، لكن لو هي اقصر من كده فده مش حلو يا دكتور. لكن هي شايفه نفسها رفيعه لكن عندها مشكله في البطن طبيعي
طبيعي نتيجه الولاده السيزارين. بيبي بيبي قاعد في بطني 9 شهور عامل تمدد للعضلات، مش معقول اول ما هفتح بطني وهطلع البيبي بطني دي بتلم على طول، على الاقل مش هنقول 9 شهور، هنقول سنه. بالظبط كده، على قد قدها، لكن حضرتك المفروض تمارسي رياضه. انا كنت لسه اقول لحضرتك دلوقتي ممكن هي برضو في الظروف اللي احنا فيها، انا مش تقدر تروح جيم او كده، ممكن ان هي تمارس رياضه في البيت، طبعا تعمل تمارين بطن في البيت عشان تشد بطنها شويه، زي الناس اللي كنا لسه بنتكلم على دايت مش هقدر انزل ايروبكس، في ناس اشترت عجل واشترت مشايات، اعمل نص ساعه، هات فيديوهات من على اليوتيوب كده واقعد اتنطط الزومبا والحاجات اللي عملوها الجديد دي كلها. ايوه مفيده جدا، بتنشط الجسم وبتعمل حركه وبتحرق كمان يوضب في الشقه بالظبط يعني، وكمان يا دكتور بتعوض الاكتئاب. ايوه عارفه، لا ماما اطفي النور، ماما الريموت الله يخليك. بص انا عايز كوبايه ميه في الايد يعني كده، في يعني نفس المقاس بالظبط كده. ما هو فعلا والله يا دكتور احنا خلاص يعني دلوقتي لازم نتكيف مع يعني الظروف اللي احنا فيها كده، ونتعايش في البيت في انتشار. انا بعتبر ان فيروس كورونا ده حاجه من يعني من ضمن الحاجات يعني موجوده، حاجات اساسيه دلوقتي بقت موجوده في حياتنا، فلازم ان احنا نتجنب بس الاصابه بيه، ناخد احتياطاتنا ونتجنب كل حاجه ممكن ان هي زي نستغل الوقت كمان بالظبط، نستغل الوقت في ايه بقى؟ ان احنا نوضب البيت، نجيب كل الامكانيات اللي احنا اللي تساعدنا ان احنا نقعد في البيت وما يجيلناش اكتئاب او نحس بالذعر والخوف اللي ممكن عارفة يصابنا كل فتره. عارفه عارفه من مميزات الفيروس ده ايه؟ التواصل بقى، التواصل الاسري. ما انا كنت لسه هقول لك يعني فعلا التواصل الاسري زاد جدا بالزبط. والناس كلها بقت عارفه ان هي اخبار بعض وبيتكلموا وبيعرفوا كل حاجه عن بعض، وخصوصا التواصل بين الزوج والزوجه بالزبط. وخصوصا والتواصل بين الاب والام والاولاد بالظبط، فدي حاجه كويسه يعني، دي انا بقول يعني ايه، رب يعني ذره نافعه طيب دكتور احنا دلوقتي عايزين نتكلم برضو، نرجع لتقوية جهاز المناعي وده عايزين نتكلم عنه باستفاضة جدا. نتكلم جهاز المناعي ايه هو، فايدته في جسم الانسان ايه، وازاي ان انا اقوي، وازاي ان انا اتجنب ضعف جهاز المناعي في جسم الانسان. تمام، بصي هو الجهاز بتاع المناعة بتاعنا الناس كله فاكراها ان هي موجوده في كرات الدم البيضاء. طب دكتور قبل ما نبتدي الموضوع ناخد اتصال. اتصال ماشي اوكي. مدام حنان الو؟ ايوه الو؟ ايوه اتفضلي. ايوه ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضلي الدكتور معاكي. انا ايوه دكتور. اهلا بيكي. اتفضلي يا مدام حنان، كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيبه. انا 61 كيلو وعندي وبعمل دايت، هل في مشكله بس انا بعمل دايت عشان انا بطني كبيره قوي؟ انت بطنك كبيره؟ انا 61 كيلو بس ما اعرفش قد ايه طولي، بس انا المشكله ان بطني هي اللي مضايقاني يعني برضه. وانا بعمل دايت الايام دي بس يعني دايت بسيط يعني مش اكل يعني، باكل نص رغيف في اليوم ربع رغيف في اليوم. حلو كويس كويس خالص تمام. عندك سؤال تاني؟ لا انا بطني اللي مضايقاني قوي يا دكتور بصراحه، شكلها وحش يعني، انا والده الاثنين قيصري. اخر مره وارده من امتى؟ انا والده من 4 سنين. من 4 سنين؟ طيب ماشي. طيب شكرا على اتصالك يا مدام حنان. اتفضل يا دكتور. هي المشكله يعني دلوقتي في الولاده القيصريه والمشكله في البطن. يعني ما هو ده ضعف عضلات البطن العام اللي موجود. على فكره ضعف عضلات البطن ده وارد يحصل، مش وارد بيحصل، هو اوريدي بيحصل عشان احنا ما عندناش فكره الرياضه من الصغر يعني. بيحصل اساسا للبنت بدايه من سن البلوغ، من اول ما يحصل الدوره الشهريه ويحصل تمدد للرحم، عضلات البطن بالظبط كده، عضلات البطن اوريدي بترخي عشان الرحم ده يتمدد بالظبط، فاحنا بننسى الموضوع ده وما بناخدش بالنا منه. غالبا الستات اللي متجوزه وبقى لها 4 سنين اتاخرت يعني، اربع سنين ما انا بقول انت اتاخرتي في ان انت تشدي تعملي تمارين شد البطن يعني. غالبا ده بقى من حياتها الاسريه، لان هتلاقي مثلا جوزها كان من الناس اللي هي بترجع متاخر فهي لازم تتعشى معاه بالليل بالظبط. الكرش ما بيطلعش اكتر حاجه الا للناس اللي بتتعشى متاخر واتنين. ميرسي يا دكتور. انا بقول لك يعني عشان انت عامله حسابك. لا انا عامله حسابي. فهماني؟ فهو غالبا دي حاجه اسريه يعني. يعني خلاص حلو قوي ان انت بتعمل الدايت اللي مش عنيف، هي شاطره زي ما قلنا بتقلل الاكل لكن مش هتحرم النوم معين عشان ما تضعفش جهاز المناعه بتاعها كويس. المهم دلوقتي انك تعملي تمارين بطن. مشكله تمارين البطن ان هي درجات. الناس متخيله ان انا هنام هحط ايدي تحت دماغي هقوم المس ركبي. حضرتك ده رقم 12 في تمارين البطن. يعني في قبليهم 11 تمرين، اول ما تعملي التمرين ده رقم 12 ده هيجي لك غضروف على طول، ما انا مش متعود ظهري هيترقع.
طبعا حضرتك المفروض بقى تتابعي تشوفي كده على اليوتيوب مثلا، تنزلي كده من على النت تعملي سيرش بالزبط. تشوفي التمارين ال11 تمرين ايه بتوع عضلات البطن وامارسهم، تمارين شد عضلات وبعدين البطن. انا موريش كذا تمرين مش تمرين واحد بالظبط كده، موريش وقت يعني موريش حاجه، بعدين تبدا واحده واحده ستيب باي ستيب، يعني ما تضغطيش على نفسك مره واحده علشان ما يحصلش فتيج للعضله او بالزبط. ارهاق فتبتدي العضله تتمزق او تلتهب، فمش هتعملي تمارين خالص. صح. خلاص احنا كعبلنا الراجل وجبنا عيال، خلاص يعني انت بتعمليها براحتك يعني. عضله البطن خدي براحتك، خدي راحتك وانت بتشدي عضله البطن بالظبط كده. طب دكتور نرجع بقى لجهاز المناعي. تمام. الجهاز المناعي كلمه كبيره، الجهاز المناعي ده الناس متخيله ان الجهاز المناعي بتاعنا بس هو الدم او كرات الدم البيضاء، الناس مش واخده بالها الجهاز المناعي بتاعنا الجلد، تخيلي المخاط اللعاب، دي كلها حاجات بتحميري من دخول، دي بتبقى فيرست ديفنس يعني خط دفاع اول ان الميكروب، لان كل الوسط المحيط بتاعنا اللي حوالينا ده كله ميكروبات وبكتيريا أكيد والحاجات أكيد. دي كلها ازاي ده ما يدخليش، بيبقى فيه اكتر من خط، عشان كده بنقول البني ادم اتنفس من مناخيرك، فلو في شويه تراب هيعدوا هيقفوا هنا بالزبط. حصل مشكله هينزلوا يقفوا هنا زي مثلا فكره اللوز ان هي بتبتدي تمنع شويه الميكروب من انه ينزل على الجهاز التنفسي بالزبط. نزلنا على الجهاز التنفسي هيبتدي يقابلنا شويه حويصلات او شعيرات هتوقفه عدى وابتدى يتكاثر، ايه اللي هيحصل؟ يبتدي يطلع عندي الدفاع بقى اللي هو الجيش بتاعي اللي هو كرات الدم البيضاء. احنا الدم بتاعنا مش بس لونه احمر كده وخلاص، ده بيبقى كرات دم حمراء دي مسؤوله عن نقل الاكل بالظبط كده، الاكل والاكسجين. الصفائح دي مسؤوله عن التجلطات بتاعتي، اول ما تعور ازاي تروح المكان ده يلتئم. البلازما دي اللي هي السيوله بتاعت الدم اللي بتخلي الكرات دي تعوم جواها، وفيها برضو بروتينات محتاجاها الخليه. كرات الدم البيضاء بقى، وفي خط فيها دفاع، فيها زي ما الجيش كده بيبقى فيه عساكر ومناعه بالظبط كده ومدفعيه وطيران. الجيش بتاعنا برضو الكرات الدم البيضاء عندنا اكتر من نوع بيبتدي يقابل ويتعامل معاه. وارد جدا وارد جدا الميكروب اقوى مني، فاضطر اخد حاجه سبلمنتري يعني ابتدي اخد ادويه زي المضادات الحيويه او مضادات الالتهابات عشان تبتدي تساعدني في اني اتغلب على الميكروب. ده بالنسبه للمناعه بتاعتنا. طب دكتور هنقف عند النقطه دي ونطلع فاصل. اوكي فاصل، واستنونا بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين مع دكتور مينا صفوت، وهنكمل حديثنا عن تقويه جهاز المناعي في جسم الانسان. اتفضل يا دكتور. احنا كنا بنقول ايه؟ احنا كنا بنتكلم عن جهاز المناعه في جسم الانسان. تمام. فايدته وايه هو جهاز المناعه في جسم الانسان؟ يعني لغايه قبل ما كنا بنتكلم قبل الفاصل احنا اتفقنا ان جهاز المناعه مش بس الفكره بتاعتنا بتاعت كرات الدم البيضاء، لان في اكتر من وسيله بالظبط من وسائل الدفاع بتاع جهاز المناعه. اتكلمنا عن كرات الدم البيضاء وليها برضو والصفائح الدمويه دور. والكرات الدم الحمراء والصفائح الدمويه بالظبط. كل حاجه في الدم عندنا ليها فكره وليها وظيفه. الناس مقتنعه ان المناعه اللي هي كرات الدم البيضاء بس، ده كان زي ما قلت لك لا، بيبقى فيه قبلها حاجات كتير قوي، منها الجلد، منها اللعاب، منها المخاط، الدموع، حاجات كتير قوي 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 قبل ما يبتدي يحصل التهاب ويبتدي الجسم يتفاعل معاها في شكل مناعي. طيب ناخد اتصال. ناخد اتصال. ام حبيبه الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور انا بزود المناعه بتاعت بنتي بديها برتقال، حلو ليها ولا لا؟ بنتك قد ايه؟ عندها 9 شهور. حلو جميل طبعا. وانا كمان بزود المناعه عندي، مثلا بحط ليمون على شاي ارضى. جميل. هو يعني الموضوع ده جميل قوي، واحنا هنتكلم فيه كمان شويه ان ازاي نقوي مناعه بالاكل. بس طبعا بالنسبه لسن الاطفال مفيش مانع خالص ان انا اجيب برتقان واكون غسلها طبعا كويس وكل حاجه، وهنقط لابني في معلقه كده، املى له معلقه وادي له كل يوم معلقه. ما كانش واجب. ايوه ما كانش واجب او متوافر البرتقان، ممكن حضرتك فيتامين سي بيتباع في الصيدليات بالعمر المناسب لابن حضرتك او بنت حضرتك. تمام. دكتور وانا بعمل لها مثلا البرتقال دوت مع الليبيه، حلو ده ولا لا؟ مع الايه؟ مع ايه؟ بعمل لها مع الليبيه برتقال، يعني حلوه ليها ولا مهلبيه؟ لا؟ مهلبيه بالبرتقال؟ مش مشكله. حلوه خالص. تمام. كويس خالص. هي بس القصه كلها ما تبقاش بتمسك، يعني المهلبيه من الحاجات اللي فيها نشا فبتعمل امساك بالظبط عشان ما تجرحش البيبي، ونبتدي نعوده على فكره ان انا اديله جليسرين او لبوس علشان يبتدي يعمل الحمام بتاعه. لكن لو طبعا بياكلها وبيستفيد منها طبعا خلاص، حط البرتقال على اي حاجه. الليمون، الليمون لا، الليمون لا، الليمون ده للكبار. الليمون يتحط على اي حاجه، اعمل بيه اي حاجه. طب شكرا يا ام حبيبه. طب ناخد اتصال ثاني يا دكتور. طبعا. مدام ريهام. الو. عليكم. وعليكم السلام. ورحمه الله وبركاته. كنت عايزه اسال الدكتور. اتفضلي. كنت عايزه اسال الدكتور، رجلي عندي الافخاد مليانه
وزني 77 كيلو، والده بقالي حوالي سنه ونص اخر ولاده يعني الطفل التالي. 77؟ 77 هو انتخن انا اكتر حاجه يعني. وراسي وراسي يعني ماما كده، خالته كده، عمته كده، حد عندكم في العيله ولا انت بس؟ يعني هل السمنه دي وراثه يا مدام ريام؟ مش سمنه يعني، هو انا جسمي عادي بس رجلي مليانه. ايوه اوكي. عندكم حد وراثي؟ والدتي. المناطق دي بالذات بتبقى وراثيه اكتر. طيب حاولتي تعملي اخسسها مع بطني وفي اماكن كده. حاولتي تعملي دايت قبل كده مثلا؟ روحتي مراكز سنترز؟ لا ما عملتيش حاجه يعني. ممكن ايه اظبط الاكل؟ طيب اوكي ماشي. طيب شكرا على اتصالك يا مدام ريام. الدكتور هيرد عليك. دكتور انا برضو عندي نقطه في الموضوع ده. انا دايما بلاقي ناس كتير قوي جسمها يعني من حته بتاعه الارداف وبس السمانه مليانه. مهما بتعمل دايت لو عملت دايت بتخس من الجزء اللي فوق بس الجزء اللي تحت دي. بالظبط كده. بص خلينا نتفق ان احنا في حاجه اسمها عندنا مخازن الدهون. زي بالظبط كده المكان اللي بحوش فيه. انا لو اديت حضرتك فلوس هتحطيها فين؟ واحد يقول لي احطها في البوك، واحد يقول لي احطها في الجيب، واحد يحطها في المحفظه، واحد يحطها تحت البلاطه، يعني ايا كان. كل واحد عنده حته فيه بيحط فيها بيخزن فيها. بتبقى الخلايا الدهنيه دي وعشان كده هي بشكل وراثي بتيجي في المناطق دي وتملى. الصبه بتاعت الرجل زي ما بيقولوا كده او شكل الرجل ده للاسف ما بيبقاش بيجي بالدايت. يعني لانه اولا في عوامل كتير، الجرافيتي الوزن بتاع الجاذبيه بتاعت يعني بتاعت الكتله بتاعت جسمها اوريدي نازله في الحته دي. الاكل كمان هيروح فين ويسيب ايه؟ احنا خلينا نتفق علشان برضو الناس تبقى واعيه للموضوع ده. مفيش اكله معينه بتخسس حته معينه. يا عيني بيمرمطوا الناس ويقول له ايه كل كذا بتروح تحرق في الحته الفلانيه. بالظبط. حضرتك انا ما بوشوش الاكل. حضرتك عمرك وشوشت البرتقانيه قبل ما تاكليها وقلت لها هتروحي البطن وسيبي رجلي؟ ما حصلتش. طب يعني دكتور انا هقطع كلامك بس وناخد اتصال ونرجع نكمل بس تاني. لازم نرجع للنقطه دي. لا ما هرجع لها انا مش هقدر اسيبها النقطه دي بالذات. استاذ محمد الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. وانت طيب يا استاذ محمد. لو سمحت عندي سؤال بعد اذن حضرتك. اتفضل. عندي بنتي 5 سنين نحيفه جدا. فعملت لها تحاليل ديدان وكده وبتاع كويسه 100% لكن هي ما بتاكلش خالص. وجسمها فيه بقع بيضه كده. الجلد من بطنها ليه بقع بيضه؟ انا هقول لك. انت بتاكلها حلويات من الشارع؟ لا لا مفيش حاجه من الشارع نهائي خالص. لا 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 الحاجات المحفوظه اللي هي البطاطس المحمره الناجتس السناكس الحاجات المحفوظه لا 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 برضه اللي هي الكياس. انا مش عايز اقول اسامي تجاريه. لا احنا مش عايزين نذكر اسامي. انا عايز يعني هل هي حلويات ولا اكل اكل محفوظ؟ غالبا غالبا لا مش اكل محفوظ. اللي هي الحلويات بتاعت الاطفال. مظبوط كلامك صح كده. بتاكلها ها؟ بتاكل يا استاذ محمد هي الحاجات دي؟ ايوه استاذ محمد سامعني؟ طيب انا يعني انا هجاوب. يعني شكرا على اتصالك يا استاذ محمد واحنا هنرد عليك. احنا نرجع للحته بتاعت السمانه. طيب يعني هنرجع ولا نرد على محمد الاول؟ نرد لمحمد ونرجع تاني. طب نرد على استاذ محمد الاول عشان الموضوع ده مهم جدا. طفله 5 سنين وعندها نحافه. هو فعلا باباها شايف ان هي عندها نحافه ودي حاجه فعلا. كونها ان هي وصلت لمرحله ان هي تعمل بقع في الجلد بيضه كده يبقى ده معناه ان هي البقع دي يا دكتور انيميا. بالظبط هي نقص أنيميا. مش انيميا لا لا مش انيميا. نقص فيتامين معين. نقص فيتامين في الجسم بالظبط كده هو اللي بيبتدي يطلع في شكل بقع. لان على فكره مش بس لازم تبقى تنيه. ما احنا اتفقنا نقص المناعه ونقص الـ 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 الاجسام المضاده بتاعتنا يخلي الجلد يغير. بدليل ان البنت نحيفه وبيطلع لها بقع في وشها. ده ضعف عام. ما احنا اتفقنا ليه الجلد اتغير فيه الموضوع دوت؟ لان ضعيفه هي هزيله. حتى زي ما قلت لك من شويه ان المناعه بتاعتنا مش بس دم، ده ممكن يبقى الجلد، ممكن يبقى المخاط، ممكن يبقى اللعاب. فتخيل ان الجلد سهل جدا ان اي حاجه تيجي تصيبه وتغير من شكله وتبتدي تعمل البقع دي. ده نتيجه ضعف او نقص في الفيتامين بتاعتها. ليه بقى؟ علشان بنته بتجيب الحاجات اللي بتتاكل بالظبط البسكويتات ومش عارف ايه بصرف النظر على الاسامي التجاريه بتاع السناكس الكتير المحفوظ ده فبتاكله فده بيضعف. الحاجه دي بتعمل ايه؟ انت عملت لها تحليل براز وارد انك تكون عملته لها بس مش معنى ان انا عملته ده مش معناها ان هي عيانه ما عندهاش ديدان او ديزونتاريا او اميبا او طفيليه. عمل تحليل ما عندهاش ديدان ده بيطلع مره واحده. مش وارد ان انا كل ما اعمل تحليل يطلع لي في التحليل الدود على فكره. تمام. ولا الديزونتاريا ولا الاميبا ولا الطفيليات. سوء التغذيه. حضرتك لو عملت صوره دم هتلاقي البنت عندها انيميا. حضرتك لازم تمنع الحلويات دي خط اول.
وتبتدي الحلويات دي تستخدمها، مش تمنحها خالص، لازم تستخدمها في شكل مكافأة. بس بنسب بالظبط، بنسب قليله. يعني هتاكلي النايب بتاعك، هتاكلي طبق الخضار بتاعك وهكافئك ان انا هجيب لك كذا او هتاكلي كذا. لكن من كتر المواد الحافظه بقى بتاعت الحاجات دي بتهري المعده، صح، بتهري الامعاء، بتمنع امتصاص الاكل المفيد. يعني ممكن تكون بنتي بتاكل كويس بس بسبب الحلويات دي مش باينه عليها بالظبط كده، بيقلل الطاقه. طب دكتور انا هقطع كلامك بس وناخد اتصال من اليمن. اوكي مدام اسراء. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. كل سنه وحضرتك طيبه. لا استاذه شيرين، اهلا بيكي. وانت طيبه يا استاذه شيرين، كل سنه وانت طيبه. اسمع، احب ابعت سلامي لكل الناس، مقدم برنامج كل الناس، الدكتور محمد هاشم، وكمان الاستاذه نجيم حسن والفنانه القديره نوفل ربيع، بالنسبه عيد الفطر المبارك، كل سنه وانتم طيبين. واتمنى لكم في قناه الصحه والجمال يرجعوا لنا برنامج لكل الناس، لأنه برنامج فوق القيمة بكل ما تعنيه الكلمة. واحنا بنشاهد برامج قناة الصحة والجمال باستمرار. تحياتي. كل سنة وحضرتك طيبة يا مدام إسراء، شرفتينا وميرسي جدا على اتصالك. نرجع للطفلة البقع البيضة اللي في وشها والكتر أكل السناكس والحاجات المحفوظة كده. هارت معدتها وما خلتهاش تاكل. تاني حاجة بتشبع قوي وبتعمل فعلا لوقت طويل سدد النفس، يعني بتملى بطنه وبتسد النفس. تيجي ماما تقول لها تعالي كلي، لا مش هاكل. صح، انت غلطت بصراحه. يعني الموضوع بتاع الحلويات ده كان المفروض يقف حله دلوقتي. احنا وارد ان احنا ناخد فيتامين فواتح شهيه، دكتور الاطفال بتاعك هيبتدي يديهولك حديد، حاجات نعوض بيها. كالسيوم بالظبط كده، فيتامين دي. تتعرض للشمس، تتحرك، كل حاجه. هتلاقي بنتك رجعت يعني تاخد الشكل بتاعها الطبيعي في سنها. لكن صدقني هي الحركه بتاعت الحلويات، ما فيش حاجه قدامها ما تتحطش. ومش هنقول ان احنا نحرمها، لان الطفل هنقول التقليل دي. التقليل عن المعدل اللي كانت بتاخده شكل مكافأة. نرجع للحته بتاعت السمنه، المنطقه اللي هي الحته اللي بتبقى مليانه تخزين السمنه فيها، وبيبقى صعب انها تخس. قلت لك قبل السؤال اللي احنا كنا بنتكلم فيه ان كل واحد عنده مخزن بيخزن فيه. بالظبط. فالقصه كلها انا ما اقدرش اوشوش الاكل، يعني ما ينفعش اقول البرتقانيه دي روح البطني. بالظبط كده، بدليل ان حضرتك كنت بتاكل برتقانيه امبارح، جيتي عندي العياده عملنا دايت فديتك برتقان فاكلتيها. البرتقانه بتاعت الرجيم بتاعت الدكتور تفرق ايه عن البرتقانه بتاعت امبارح وانا بلخبط؟ ولا حاجه. بالظبط كده، ما انا ما وشوشتهاش بقى، ما انا ما قلتلهاش روحي في حته وسيبي حته. اذا فكره ان انا بخس فانا بخس من راسي لرجلي. فكره ان انا عندي شيب كده مكعبر في او متخنان في الحته دي، التفاحة. اوكي، لما اجي اخس هيبقى برضه بنفس الشكل. مفيش حاجه اسمها هبقى كده. دي ليها حاجات تانية بقى، ليها رياضه، ليها الجلسات السيشن اللي احنا بنعملها بتاع تفتيت الدهون، سواء بقى بالليزر، بالكرايو، بالالتراساوند ويف، بالاكسرسيز، بالتمارين، بالمساج، بالرياضه. لان احد الحاجات اللي بتيجي تحصل في النص التحتاني ده، خاصه الجزء اللي هي اتكلمت عليه، اللي هي منطقه الساي اللي هي الافخاد، يعني السيلوليت، اللي هي لما حضرتك تبص على جلد رجلك تبتدي تشوفي شبه البرتقانيه. ما هو السلوليت، انا اشوف رجلي برتقانيه، الفرق بيني وبين رجل البيبي اللي انت بتشوفيها ان هتلاقي جلده شبه التفاحيه، ما فيهوش اي نتوءات. بالظبط. فكره ان انا وصلت للسلوليت يعني ده دهن متخزن، دهن قديم، دهن مش واصل له فيسكلاريتي، مش واصل له دم، فده معناها ان ده متراكم لوقت اطول من اللازم. يعني يا دكتور معلش بدون ما اقطع كلامك، لما بيختفي السلوليت ده مش بيبقى تخنت؟ ولما بتخس بيظهر؟ لا 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 لا، يعني في فرق بين الاستريتش. انا كان عندي معلومه بقى، يعني ان هو لما يظهر يبقى انا كده خسيت. لا، وقبل ان انا ادخن، ولما يختفي يبقى انا كده تخنت فاختفى. لا، السلوليت حاجه والاستريتش مارك حاجه. علامات التمدد الجلدي اللي هي اسمها الاستريتش مارك دي حاجه تانية خالص، اللي هي بتبان قوي قوي، والسيدات هيبقى عارفينها، اللي هي لما تيجي تحمل وبطنها تتملي بعد ما تولد هتبتدي تشوف شرط حمراء كده. بالظبط. او بتحصل دايما للناس التخان هيبتدي يلاقيها هنا عند منطقه الدراعات، اللي هي الخطوط البيضاء دي اسمها استريتش مارك. بالظبط كده. انما السلوليت اللي هو ان انا اشوف جلدي مش ناعم، مش املس، في نتوءات ومكرمش، اللي هو يعني كانها حد عجوز في السن. الجلد كرمش، دي مشكلتها ان قله شرب ميه، قله رياضه، وما عملتش يعني نظام دايت مناسب. تمام. تراكمت الدهون في الحته دي، اخذت كل الدهون اختزلتها وسابت الجزء دوت من غير ما تعمل له حاجات تحسن الدوره الدمويه، زي ما قلنا بقى بالادوات بتاعتنا، الليزر، الكرايو سيرابي اللي هو التجميل، الالترا ساوند اللي هو زي الكافيتيشن والحاجات دي كلها. طيب دكتور نرجع لجهاز المناعي. تمام.
نتكلم عن طرق الحفاظ على جهاز المناعي وتقويته لمقاومه اي فيروس مهم جسم جدا الإنسان. سؤال حلو قوي. بصي بقى، يعني هو ده مجمل الحلقه لو انت عايزه الحق. اول حاجه هننام كويس قوي، ننام كويس قوي. الناس سامعاني، ممكن اكون قاعد في البيت بس قايم نايم، حاطط الموبايل جنبي يعني جنب وداني، فيعمل تن اروح صاحي عامل كده على بوظت الدنيا يعني. فاهمه؟ قلب ليلي نهاري ونهاري ليلي. طبعا ده غلط جدا، لان احنا هنتفق كمان شويه او هنحكي في القصه دي ان من ضمن العلاج بتاع فيروس كورونا فيتامين اي اللي هو الالف وه ودال. الفيتامينات دي وخاصه ه ودال دول ما بيطلعوش غير والدنيا ضلمه بالليل وانا نايم، ويصحوا الصبح في شمس ربنا. تخيلي. فلو انت حضرتك ما نمتيش كويس ارهقت الجهاز العصبي بتاعك وارهقت الجهاز المناعي بتاعك، وسهل جدا اي حد يعطس او يقرب منك يعديكي. صح. تاني نقطه الميه، لسه كنا بنحكي ان المناعه بتاعتنا دي جوه جهاز، في اللي هو الجهاز الدوري اللي هو الجهاز بتاع الدم اللي هو فيه بلازما وحاجات تانيه وصفائح وكرات دم حمراء وبيضاء، محتاج انه يبقى فيه ليونه. السوليد اللي احنا كنا بنحكي عنه من شويه ده سببه ان الدم مش واصل لاطراف الجلد اللي خزن فيها الدهن. عشان كده بالبلدي ده سبب تقليل الميه، شرب الميه. بالظبط كده، بالبلدي كده السوليد ده دهن التهب او دهن عفن. فلو انا مش هشرب ميه الدم مش هيوصل في كل حته عندي في الخلايا، فمش هيقدر يحميها، هتبقى في حتت كده بور سهل جدا ان هي تشقق. تمام. يبقى هنام كويس وهشرب كويس. النقطه الثالثه بقى وعليها اني اكل كويس. اكل كويس دي اللي احنا بقالنا ساعه عمالين نتكلم فيها. اكل كويس دي ايه؟ في حاجات بتقوي المناعه بتاعتي. كل الحاجات الخضراء وعلى راسهم القرنبيط القرنبيط البلدي والبروكلي. رقم واحد في علاج المناعه ورفع المناعه البروكلي. البروكلي يليه بعد كده كل الحاجات اللي فيها فيتامين سي اللي هو البرتقال، الليمون، الجوافه بتاعتي، دي حاجات مهمه قوي. الحاجات اللي فيها حاجات خضراء اللي هو الجرجير والفجل والخس بالظبط كده، والخيار، البقوليات. البقوليات دي من الحاجات اللي فيها حاجات فيها اوميجا 3، من الحاجات اللي بتخلي البني ادم المناعه بتاعته تعلى جدا. يعني جربي كده، حتى الناس الفيجيتيريان الناس هيلسي اكتر، الناس بتاكل بروتين. أيوة فعلا. صح كده. وتسمعيش انه راح مثلا لدكتور يقول لك انا ما باكلش لحمه وفراخ بس انا صحتي حلوه، حقيقي. كل الحاجات اللي فيها ذات الفلقتين اللي هي العدس والفول واللوبيا والبسلة او الفاصوليا البيضاء والبسلة، البسلة الخضراء دي برضو من حاجات الحاجات دي كلها حاجات مهمة جدا. المكسرات اللي فيها اوميجا 3 اللي هو عين الجمل واللوز والبندق طبعا بس عشان الناس ظروفها صعبة والحاجات دي شوية كوستد مكلفة، لكن لو اللوز اللوز وخاصة اللوز البني، لوز قوي جدا جدا جدا. يعني لو اخذنا حتى يا دكتور هو عين الجمل لما بنيجي ناكله كده تحس ان هو تقيل في بلعه وتقيل في بروتينات عاليه جدا على فكره، بيقتل الكوليسترول. يعني حضرتك لو بتاخدي كل يوم 3 لوزات على الريق او من هم 3 ل5 لوزات كل يوم على الريق، فعلا فعلا بعد شهر تلاقي الكوليسترول بتاعك نزل. يعني ده مفيد للكوليسترول جدا يا دكتور. جدا ومفيد جدا للناس اللي بتعمل دايت وبروتينه عالي وبيعلي المناعه، في اوميجا 3 ده مضادات اكسده فبتبتدي تحسن المناعه بتاعتي. طب يا دكتور لو الناس ظروفها ما تسمحش انها تجيب اللوز، ايه البديل ليه؟ البرتقال والليمون والخيار والجزر والحاجات دي كلها. البرتقال والليمون والخيار والجزر. اقول لك على مشروب حلو ورخيص. الجزر بالبرتقال من الحاجات اللي بتعلي المناعه جدا. حلو قوي، في ناس بتحبه كتير. العسل الصبح نص معلقه على نص الليمون. عسل نحل. عسل نحل، عسل نحل طبعا، لان العسل الاسود ده كله سكريات ما فيش حاجه غير الحديد. بس يا دكتور برضه العسل الاسود ليه دور الحديد في الانيميا. قوي جدا في الانيميا زي الباذنجان الرومي وزي يعني زي السبانخ. خلي بالك احنا في المناعه طبعا الحديد دي حاجه مهمه. بس احنا بنتكلم على الحاجات اللي بتحسن المناعه. لان هقول لك حاجه بس كده بين قوسين في موضوع السكريات. هنقول ايه اللي بيضعف المناعه دلوقتي. تمام. بس احنا دلوقتي شغالين على المناعه، احنا خلينا في تقويه المناعه. في تقويه المناعه. فاحنا هناخد العسل الابيض ونحط عليه نص ليمونه كل يوم على كوبايه ميه سخنه بقى ساقعه زي ما تطلع كده الصبح. هشربها اول حاجه تخش معدتي. تمام. من الحاجات اللي بتعلي المناعه. ده كمان مقاوم لفيروس كورونا. بالظبط كده. يعني من ان هو بيقوي جهاز المناعه ومن ان هو كل حاجه مقاوم لفيروس كورونا على فكره. ايوه. يعني كل حاجه عشان احنا بنتكلم برضو في كل حاجه تقوي كل حاجه. لكن الناس مش واخده بالها، الناس تركزت على فكره معينه، اعمل غرغره ميه وملح. بالزبط. اعمل غرغره خل. بالزبط. اعمل غرغره ليمون. حبيبي هي القصه كلها ان الحلق بتاعك ما يبقاش جاف. ما اسمحش ان المكان ده يبقى جاف يحصل فيه تكاثر للميكروب. بالزبط. بس انما مش مشروب معين. بالظبط كده. شرب ميه، احنا لسه بنقول المناعه بتاعتي بتعلى بالميه. صح. اتفقنا. يعني هو لو شرب ميه بس ده في حد ذاته ده برضو بيعلي جهاز المناعه. لو انت شربت كل شويه بق ميه كده وجريت ريقك ما تعياش. هو الانسان الطبيعي المفروض يشرب كام لتر ميه في اليوم يا دكتور؟
سؤال حلو. هو بيني وبينك المفروض ما فيش حاجة اسمها كام لتر، هخرج كام لتر تفرق بقى. طيب. انا مش طالب منك انك تشربي، زي مثلا في ناس اعلى في تكييفات، فاللي هيشربوا ازازه حتى في الصيف هيطلع على طول، لان انت عارفه ان احنا في الشتاء بنتبول اكتر، في الصيف بنعرق وبيبقى في فقد للميه، فبيبقى البول بتاعي اقل بالظبط كده. انا طالب من حضرتك او اي حد مشاهد يشوفني، طالب منك انك تعمل في اليوم 6 مرات بول في عز السقعه بقى او في عز الحر واتيفر. بعد زنقه. يعني ايه بعد زنقه؟ انا عشان المثانه بتاعتي تتملي بتتملي ب 500 سي سي، يعني نص لتر تقريبا 500 سنتي. دي اللي بتديني الاحساس باني مزنوق ميه. اتزني اكتر شويتين وابتدي اعمل البول بتاعي، ده معناه ان انا نزلت تقريبا ال 500 او 400 سنتي اللي هم النص لتر او الربع لتر او الثلث لتر اللي انا نزلته. لو انا قدرت اتبول في اليوم من 5 لـ6 مرات يبقى انا شربت 3 لتر ميه. ما انا ممكن اشرب 10 لتر وما اتبولهمش، صح؟ يبقى انا كده تعبت الكلى، طلعتهم في شكل عرق، لكن الكلى ما غسلتش الملح اللي عندها. بالظبط. وصلتك؟ وارد كده اشرب عندي حاجه في الكلى. مش حاجه في الكلى، لان هم يعني معرضين في الصيف ان الكلى مجهودها هيبقى يقل شويه. تمام. لكن لو شربت ازازه وطلعتها كلها، انا غسلت جسمي خلاص، يبقى مش محتاج اشرب من اكتر من ازازه. تمام. فكره القاعده ان انا اشرب 3 لتر في اليوم، لا، في ناس بتشرب 10 لتر في اليوم. انا اعرف ناس فعليا بتشرب 10 لتر في اليوم. انا اعرف واحد بيشرب 10 ازاز ميه في اليوم، حقيقي زميلي عندي في الشغل. ده مش معناه انه وحش، طالما بيطلع ايه بس في كرش ملوش علاقه. ملوش علاقه بجد؟ يعني كرش ملوش علاقه طبعا. الميه اساسا ما بتتخزنش في الجسم. لا لا لا، الميه ما بتنزلش في المعده وتفضل قاعده. الميه ما بتاخدش وقت اساسا، بتنزل وتعدي وتمشي على طول. ما فيش حاجه اسمها ليها علاقه الميه بالكرش، بالعكس، انت لو ما شربتيش ميه ما تهضميش. الاكل يعفن في بطنك. على فكره احد علاج الامساك انك تشربي ميه. اي فعلا، لو شربت ميه كويس. بالظبط. يعني لو شربت ميه كويس امساك لازم يشرب سوائل، هتحركي الجهاز الهضمي بتاعك. لا لا، مين قال كده؟ واللزوجه بتاعت الدم. طب والثوم على الريق يا دكتور؟ ولا ليه اي لازمه، معلش عشان ما حدش يزعل مني ويجي يقول لك يعني وصفات ومش وصفات. اصل في ناس يقول لك فص ليمون، فص ثوم على الريق خالص الصبح. مالو بتساليني يعني مفيد؟ مفيد مفيد كمان. مفيد ده من ناحيه ايه؟ مفيد. في ناس بتقول انه مضادات اكسده. يعني دراسه بتقول مضادات اكسده مفيد لعضله القلب. مفيد للقولون فوق دماغي، لان التوب من الحاجات المفيده جدا فعلا. كويس. هي والبصل من الحاجات اللي بترفع المناعه. طبعا المفروض ان القولون بيتعب من الحاجات اللي حضرتك مش بتدقيه، لان هو مضاد للبكتيريا والجراثيم، والقولون ده مكان بيتعفن فيه الاكل، لان هو اللي بيطلع منه الفضلات. بالزبط. فلما تاخدي حاجه زي مضاد طبيعي بكتيري للمكان ده ينظف المكان ده اول باول. يبقى عشان ما حدش ياخد كلامي ويقول الثوم على الريق ملوش لازمه، ليه لازمه؟ بس هتيجي تقول لي بيعالج ايه؟ ما بيعالجش حاجه، ملوش علاج، ما عندناش حاجه اسمها بيعالج. بيتجنب الاصابه بالظبط كده من الحاجات المحفزات، وبيقوي المناعه ولا ملوش دور في تقويه المناعه؟ يقوي كل يقوي حاجه، يقوي المناعة. كل حاجه تقوي المناعه. يبقى يعني انا بسال اهو دلوقتي، لو انا بشرب ليمون وبرتقان بكميه كبيره وبعدين جات لي قرحه، هاخد فيتامين سي ازاي؟ مش عارف. صح كده؟ هنتكلم في النقطه دي. الاكثار من الحاجه ملهاش علاقه. وفكره الوصفات، فكره ان انا باجي معالج حاجه اضر حاجه تانية. عارفه الناس اللي بيقول لك اشرب ميه سخنه على الريق هتخسسك، بس دي بتعمل قرحات في المعده. مش بس كده، لا انا هقول لك دلوقتي بتعمل ايه. بس اشرب ميه سخنه على الريق هتخسسك. هو انا ماشي مثلا، يعني حضرتك حته زبده ماشيه في الشارع، اول ما هتحرك واتعرض للسخونيه هسيح الدهون. هسيح الدهون. ميه لو انا شربت ميه سخنه هتنزل في بطني. معلومه بس عشان الناس برضو تبقى أيوة واعيه ليها. حضرتك ربنا ليه خلق لنا؟ ده في ناس ملتزمه بشرب الميه السخنه على الريق. غلط غلط. ميه مغليه كمان مش غلط جدا يعني. غلط جدا. غلط جدا، لانها بتعمل حاجه اسمها التهاب في فم المعده. وبتعمل لك ارتجاع مريء، لانها بتضعف العضله اللي بتقفل على المعده. حضرتك ربنا خلق لنا المريء ده كان ليه وظيفة حكمة إلهية، إنه يبرد السخن ويسقع البارد. يعني أنا وليكن بلعت تلجية هتنزل في بطني 37، شربت زيت مغلي هينزل في بطني 37، لأنه لو نزل 37 وشرطة بقى فيروس، بقى حاجة عجيبة، هيبتدي جسمي يسخن. إذن المريء ده من ضمن وظيفه انه يعمل اكسنج، يعني يبتدي يغير في درجات الحراره. عشان كده حضرتك لما بتروح ويبقى عندك التهاب في صدرك او عندك بلغم او تعبان، نقول لك اشرب حاجه سخنه. ايه الحاجه السخنه؟ بتدفي صدرك. لان القصبه الهوائيه ماشي وراها المريء. الوقت اللي بيحصل فيه تبادل حراري ما بين المريء وما بين اجهزه الجسم قبل ما يوصل للمعده، يبتدي يدفي صدرك وفعلا يبتدي يدوب البلغم. صح. الناس مش قادره تفهم القصه دي. فانا شربت ميه سخنه خسستني في ايه بقى؟ عملت لي ايه؟ ولا حاجه. ما عملتش حاجه في بطني. بالعكس عملت التهاب في المعده. ده بتعمل لي التهابات. وعملت اصحى يا باشا واشرب ميه على الريق، دي هتنظف كل المعده. ميه عاديه يعني مش مغليه.
عشان كده الوصفات اللي احنا عمالين نحكي عنها دي يعني بصراحه مميته. لكن لو انت مقتنع ان فص الثوم هتحطه وتبلعه على الريق هيجيب نتيجه جو اون، لان على فكره الحاله النفسيه من الحاجات اللي بتعلي المناعه. صح فعلا. يعني انت قول لواحد ان انت عيان او هتعيا هتلاقيه عي. يعني عملوا مره دراسه كده ودوا ناس اقراص فيها رضه، يعني مش رضه، اقراص فيها نشا. وقالوا لهم ده العلاج بتاعكم، فعلا 70% فعلي خف من غير ما ياخد دواء حقيقي للمرض. حقيقي دي حقيقي المناعه. دي فعليا يا دكتور؟ فعليا المناعه 70 ويمكن اكتر من 70% في تاثير ان انا اواجه مرض او اواجه عيب. يعني هو بيرجع عامل نفسي طبعا 90% جداً. عامل نفسي و10% اللي لا هو مش 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 مش, مش 90 هي 70 70 70 70% آه. عامل نفسي تقريبا تقريبا. طيب دكتور عايز اخدك في حته كده، يعني جرثومه المعده لما بيصاب بالظبط، لما بيصاب بيها الشخص ده نتيجه ايه؟ يعني بتيجي من ايه او بتحدث؟ في ناس بتقول بتحدث من كتر التهابات في المعده، لا، وفي ناس بتقول من كثره التدخين والاكلات الدسمه والحاجات الثقيله اللي بناكلها، وفي ناس بتقول من الاكل مش نظيف او شربنا حاجه مش نظيفه او اطباق مش نظيفه او يعني. فاحنا عايزين نقول يعني نتكلم عنها شويه كده، يعني نوضح برضو للساده المشاهدين لان في ناس كتير سالوني عنها. طيب كويس خالص. بصي تعالي نتفق، انت قلتيها في المسمى بتاعها جرثومه المعده بالظبط، فهتيجي ازاي من التدخين؟ هتيجي ازاي من حاجه ان الحموضه بتاعت معدتي زادت؟ لا لا خالص بالزبط. هي اصابه خارجيه بتيجي عن طريق الاكل او بطريقه حاجه مش نظيفه، اكلت حاجه مش نظيفه او شربت حاجه مثلا ميه مش مفلتره، ميه كانت في ترعه، بلعت شويه حاجه واتيفر يعني يا اكل يا شرب مش نظيف، لكن ملوش علاقه بالتدخين لو الشخص مدخن. هي بقى التدخين هيزودها هيزودها لكن مش هو العامل الاساسي ان انا جات لي جرثومه معده. بصي هو انت حطي التدخين ده فكل حاجه بتحصل فيها خلاص. هو اكيد يعني بيضر الجهاز التنفسي، بيضر الرئه والكبد والمعده كل حاجه كل حاجه. يعني احنا ساعات كتير حتى لو عمل حادثه وجايين ناخده في الاستقبال بنكتبه وعندنا مدخن في ولا لا مدخن. طيب هو يعني يعني القصه بتاعت التدخين ده سبب بيزود اكزاجيريتد بيعلي كل حاجه بتحصل، انما خلينا فعليين. لا الاتش بايلوري او اللي هي الجرثومه الحلزونيه دي بتيجي من بره، بتيجي من اكل التكاوي، من اللحمه اللي مش مستويه بالذات، الحاجات اللي مش معروف مصدرها. مشكلتها ان هي بتستخبى شويه، يعني بتفضل قاعده في جدار المعده، يعني المعده تتعب شويه فناخد مسكنات وبعدين نرجع تتعب على طول تاني ناخد مسكنات بعد كده بتقلب بقى بترجيع تتملك من المعده بتاعتنا. المشكله ان العيان ده بيبقى بين نارين يا عيني، لا عارف ياكل ولا عارف ما ياكلش. انا عايزه اقول لك يا دكتور، يعني انا عايزه ابشرك ان انا جات لي جرثومه معده من شهر وانا ما كنتش عارفه ان جرثومه المعده، ان انا عندي جرثومه معده اصلا. انا متعوده على التهاب في المعده نتيجه الاكلات اللي باكلها غلط او الوصفات اساليب اساليب الحياه الغلط اللي انا ساعات بعملها طبعا. جالي التهاب قلت ده التهاب في المعده وخدت ادويه طبعا بدون ان انا اذكر الاسامي يعني، ومره الثانيه الثالثه ما فيش تحسن بالظبط، وفي الاخر عملت تحليل. الدكتور قال لي ده دي ثلاث طرق في التحليل بتاعته. انا عملت تحليل في الاخر قالوا لي دي جرثومه المعده. فطبعا انا خدت الاسم اتصدمت طبعا، يعني لا لا اولا لا لا نفسيا تعبت ومعنويا ما كنتش مظبوطه، وبعدين حتى الدكتور قال لي كلي ابدأي كلي، وانا لا مش عايزه اكل بالزبط. انا ماسكه في شوربه الخضار وما باكلش حاجه تاني. لا 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 مش صح. انا ما كنتش قادره اقف على رجلي طبعا، من انا باخد ادويه جامده طبعا وكده. الحمد لله شفيت منها يعني عدت على خير، بس هي كان موضوع كبير مش صغير. طبعا طبعا. وانا عايز اقول لك اهو العيان ده يا عيني لما بتتملك منه ما بيبقاش بين نارين، لا عارف ياكل ولا مش عارف ياكل. بالظبط فعلا. لو ما اكلش بطنه توجعه، ولو أكل بطنه يخاف توجعه. بطنه توجعه. هو طبعا بتتعرف بثلاث تحاليل، ده احساس عدى عليا يعني فظيع فعلا. بتاخد ثلاث تحاليل سواء في الدم او في البراز او في النفس، بتوصل ساعات كتير ان هي تبقى في النفس. بنعرف دوت، بندي العلاج الثلاثي بتاعه دي حاجه اسمها العلاج الثلاثي. الدكتور بيكتبه ويبتدي العيان ده يخف شويه من الحاجات اللي بتزود التهابات المعده لانه كشف المعده هراها بالظبط واحده واحده، ونمنعه من اكل الشارع. وبعد ست شهور بنرجع نعمل ثاني التحليل، وارد على فكره، بس هي مش عايزه اقلقك، لكن هي بترجع تنشط ثاني. انما احنا طول ما احنا محافظين على العادات بتاعتنا والعلاج بتاعنا، لا الدنيا بتتظبط. المشكله ان الناس بتروح بعد ما تبقى الموضوع اتاخر، بعد ما تبقى هارت معدته فعلا. يعني الواضح ان انا وصلت متاخر.
لا بالعكس انت شهر ولحقتيها، ده انا اعرف ناس عندها شهور. يعني انا فعلا قعدت دكتور والله، يعني انا مش عارف عندي التهاب في المعده ولا عندي قولون ولا عندي ايه، انا مش فاهمه اي حاجه، بس معدتي خلاص يعني. بس هو مرض دارج يعني. يعني بقى يعني حتى انا خفت، انا سالت الدكتور قلت له دي حاجه يعني، قال لي بصي نص الشعب المصري عنده، بس هي عند ناس بتظهر وعند ناس ما بتظهرش. لا وفي ناس بتلحقها وفي ناس ما بتلحقهاش. وفي ناس بالظبط كده، فيعني ما تقلقيش منها لان حاجه بسيطه. ما انا خلاص عديت، خدت الكورس اسبوعين وبعدين قال لي نقف اسبوع ونكمل بالظبط كده العلاج الثلاثي وهتلاقي الدنيا كويسه. طيب دكتور ايه الطرق الخاطئه او الطرق اللي بتصيب جهاز المناعه اللي هي بتضعفه؟ حلو قوي. الطرق اللي بتضعف جهاز المناعه في جسم الانسان، بصي عشان نتجنبها. يعني نتجنب يعني ان احنا هيبقى تقريبا عكس اللي انا قلته بس هيتقال بطريقه تانية. قله النوم، التوتر النفسي، احنا على فكره محتاجين دايما نعمل لبعض سبورت. محتاجين دايما. انا هقول لك على حاجه حلوه قوي احنا حتى بنعاني منها، حتى فكرة الإدارة، حتى لو احنا بندير في شغلنا، ان كلمة شكرا، كتر خيرك، متشكر، دي بتريح، بتريح نفسيا جداً جدا 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 تخلي الواحد حتى لو عامل عمل قليل وتقول له كتر خيرك شكرا، تحس ان هو عمل حاجة كبيرة جدا. هايل. مراتك لما تعمل حاجة في البيت او جوزك يعمل حاجة في البيت كتر خيرك. لما يجي واحد يتعب اقول له ما تخافش الموضوع بسيط. دي عارفه فكره ان الدكتور يدخل يقول للعيان الموضوع بسيط ما تخافش، زي ما انت اتكلمتي معايا انت حسيت ان الموضوع كبير. بالظبط. ايوه فاهم. لكن لما قلت لك ان كل الناس عيانه نفسيا كمان بالظبط كده، فاهمه فكره الدافع النفسي او السبورت النفسي. عكس بقى ما واحد يبقى بيشتغل حلو جدا وحياته حلوه جدا وكل اللي يشوفه الوحش. الناس اللي هم اللي هم اللي يسعون للكمال، اللي هي عايزين كل حاجه بنسبه 100%. بالظبط. انت وحش، الواحد في المية ده راح فين؟ تعبك مش باين، ده في حد ذاته يضعف الجهاز بتاع المناعه. حاجه كمان طبعا بقى الحاجات اللي هي الجنرال مين، اللي هي التدخين طبعا، المشروبات الغير بريئه يعني اللي هي الكحوليات. أيوة. والحاجات دي الكحوليات كلها دي كلها من الحاجات اللي تتعب. الكافيهات بكميات كبيره جدا تضعف الجهاز المناعي. الاكل المحفوظ، ما احنا لسه كنا بنقول على اكل طازه وخضار. الاكل المحفوظ بكميات كبيره يبوظ الجسم. تخيلي مثلا ان الناس اللي عندها وليكن بعد الشر، الناس اللي عندها كانسر ومناعتها ضعيفه وبياخد علاج كيماوي او اشعاعي، ممنوع من انه ياكل مربى خالص والحاجات المحفوظه. ليه؟ لان فيها مواد حافظه. مواد حافظه. المواد الحافظه دي من الحاجات اللي بتضعف المناعه. أكيد. بتبهدل الجسم، على الرغم ان المربى دي فاكهه طبعا، لكن وسكريات لكن لا. النقطه بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيها السكر. معنيك اللي بيشرب سكر كتير واحد معرض ان المناعه بتاعته تبقى في الارض. يعني في دراسه معموله في دراسه معموله بتقول ان معلقه سكر تضعف المناعه 6 ساعات. الدراسه دي فيها فريق مصري كان مع فريق انجليزي، ده مش موجود، حضرتك ممكن تعمل سيرش وهتجيبها. والثلاث معالق سكر اليوم اتضرب. ده خلاص كده، ده اليوم اتضرب فعلا. طب يعني فعلا دكتور لو في ناس بتشرب شاي مثلا او قهوه مثلا زياده سكر زياده، ايه اللي يعوض طيب ده؟ حضرتك يا اما تستخدمي محلات صناعيه، يا اما حضرتك تبتدي تعملي تدريجيا انك تبتدي تقللي السكر. هو طبيعي. مش معقوله انك تكوني بتشربي بني ادم مع كوبايه شاي بثلاث اربع يعني معالق. في ناس مثلا بتيجي تشرب النسكافيه او الشاي تحط 3 معالق سكر يقول لك عشان يعوض حرقه الشاي وحرقه النسكافيه وحرقه كده. بيشرب مربى مش بيشرب شاي. ما انا بقول لك اهو، هو بيشرب وليكن 4 5 معالق فيبتدي ينزلهم لاربعه. مش عايز منك وقت سريع، يعني ياخدهم مثلا في الشهر، الشهر اللي بعده بقوا 3، الشهر اللي بعده كده. على فكره على يتعود وهيبتدي يعرف ايه من ده. اقول لك على حاجه، اول ما تقللي السكر هترجعي تفتكري، انت بقيتي تنسي. ايوه صح كده. ايوه. اول ما ترجعي تبطلي السكر هترجعي تفتكري. اول ما هتبطلي السكر الجرح اللي كان بياخد منك 2 ساعة بقى ياخد منك 5 دقايق و10 دقايق. جربي كده. يعني هي كتر السكريات يا دكتور بتضعف جهاز المناعه جدا. بتدمره. السكر من الحاجات مدمرات الجهاز المناعي. هتقولي طب ما احنا محتاجينه. ايوه انت محتاجيه وبحرقه. ما هو موجود في الفاكهه. موجود بطريقه تانية، ربنا خلقه لي بطريقه تانية. الفاكهه اللي في السكر، السكر اللي فيه فاكهه ده حلو خالص. العيش. طب الحلويات، ما هي دي برضو من الحاجات الشرقيه، الجاتوهات، التورت، مش وارد ان انا اقول لك احرمي نفسك منها. لكن بس انا بس بنسب قليله طبعا. مش لازم اجيب دسته الجاتوه يبقى نصها بتاعي. لا طبعا. لا طبعا يا دكتور ما ينفعش. والسكر اللي في الشاي يعني على الاقل حتى لو هاكله في شكل حلويات يبقى الشاي والقهوه والنسكافيه بتاعي والحاجات اللي انا باخدها لا من غير سكر. من غير سكر. طيب يعني يا دكتور انا شايفه ان الحياه سهله وبسيطه مش صعبه. تهيئ لك على فكره. يعني اما انا بحاول اسهلها للساده المشاهدين لكن هي صعبه طبعا يعني. بس احنا لو التزمنا بالحاجات اللي ممكن تقوي جهاز المناعه عشان نحافظ على جسمنا فدي انا شايفه ان هي مش صعبه. يعني طبعا.
يعني ما نكسرش بالحاجات، يعني الاكسار من الحاجات اللي بتقلل الجهاز المناعي او ان هي بتضعفه، نحاول ان احنا نقللها. مش نحرم نفسنا، بس هنقللها شويه علشان ما نكسرش. خاصة احنا بنواجه حاجه ضخمه دلوقتي. لا يعني الجهاز المناعي في جسم الانسان ده اللي هو زي الجيش، هو يعني الجيش اللي هو يعني هو جيش بيقاوم الفيروسات كلها ايا كانت نسبه الفيروسات قد ايه، بس هو بيقاومها. يعني الباب بتاع شقتي، فتخيلي اي حد داخل هيقول لي مساء الخير، هيدخل يقعد معايا. ايوه قطه معديه، ميكروب معدي، مش عارف مين دخل عندي. اذا انت ما بقيتيش في خصوصيه، صح؟ الجسم بقى مكشوف لاي حاجه بتخش تحاربه، معرض للاصابه باي شيء. بالظبط. طيب اكتر حاجه بتقوي جهاز المناعه، اكتر حاجه ممكن الانسان يتناولها تقوي جهاز المناعه في كل يعني ايه، يعني يعني حاجه بسيطه كده، يعني حاجه هتقولها لنا حصري كده للساده المشاهدين ولشيرين، حاجه يعني جهاز المناعه ده اهمهم يا دكتور. بصي يعني هو انا عشان ابقى امين معاكي، فعلا فعلا هو الاكل الكويس والخضار والفاكهه، ده حقيقي. يعني الخضار والفاكهه واكل الثلاث وجبات والسناكس في النص. لا لا يعني يعني لا يعني احنا لو بنتكلم على المناعه في حد ذاتها، لا الخضار والفواكه الفريش طبعا، لو ضفنا لهم البرتقال والليمون دول من الحاجات الكويسه. لكن زي ما قلت لك كده، ما هو من الخضار كله البروكلي هايل جدا، من الفواكه كلها هتلاقي البرتقال حلو قوي، من الخضروات كلها هتلاقي مثلا الليمون او الليمون مثلا من الحاجات الثانيه. احنا بنكتر في الصيف دلوقتي، في حاجات موجوده وفي حاجات مش موجوده. البرتقال والليمون موجودين على طول. العسل النحل الصبح ده موجود على طول. ايوه اللوز اللي احنا لو رحنا جبنا مثلا حبه قد كده وكل يوم اخذنا ثلاثه، ده موجود على طول. الجرجير اللي حزمته بجنيه، الجرجير والخس والطماطم يعني وال... لا يعني لا هو موجود، بس احنا اللي مش واخدين بالنا. لكن ما فيش حاجه حصري للجهاز يعني المناعي، يعني ما فيش حاجه مكلفه او حاجه هنتعب فيها علشان نقدر نحافظ على جهاز المناعه بتاعنا. شويه الشمس بتاعت ربنا، الرياضه، فيتامين د، ان هي نص ساعه مشي بتاعت كل يوم. يا عم مش هتمشي، اطلع اقف في البلكونه كده بس اقعد. الشمس دي في حد ذاتها بتنشط الفيتامين بتاع د وفيتامين ه وفيتامين اي، والحاجات دي مهمه جدا علشان تبقى مضادات اكسده. كوبايه الشاي اللي انت بتشربيها في اليوم دي مهمه جدا للجهاز بتاع المناعه، كوبايه القهوه دي مهمه جدا للمناعه. انا ساعات بشربها وساعات لا، مش مشكله يعني، مش مشكله. بس ممكن اشرب نسكافيه، القهوه بشربها لا انا ما بحبوش يعني خالص. ده وحش جدا، ده بيوقف حتى الحرق يعني، ما بحبوش. مش حاجه لطيفه. احنا بنشرب شاي او قهوه، كوبايه كوبايه من الحاجات الحلوه. شربت كوبايه ينسون، نعناع، كركديه، تيليو، كراويه، غلط شويه ورق جوافه، في ناس بتشرب كركم. معايا دكتور في عادات سيئه، الناس اللي بتعمل دايت برضو، انا برضو مش بفضحهم على الهوا، بس يعني احب اقولها ان في ناس عندهم عاده سيئه، يقول لك ايه، انا بعمل دايت وبشرب نسكافيه بلاك على الريق عشان يحرق. هو مش بيحرق، هو فعلا بيسد النفس. هو بيحرق له ساعتين وبعد كده بيوقف له الحرق خالص بتاع طول اليوم. لا طبعا الكلام ده مش حقيقي. القهوه افيد منها. كل الحاجات الاكسبريس، الحاجات السريعه، مش حلوه، مش حلوه زي الطبيعي. مش حلوه زي اللي انا اعملها طبيعي. هم اتجهوا دلوقتي للبن الاخضر والقهوه الخضراء في الخسان. لما جم يشتغلوا شويه على الشاي قالك طب نرجع للشاي الاخضر. وصلتك؟ يعني القصه كلها ان انا برجع للطبيعي، مش ان انا بعمل حاجات متخلقه. طب دكتور انا هرجع للشاي الاخضر، بس هناخد اتصال عشان ده حديث مهم قوي برضو، عشان بالنسبه للناس اللي بتعمل دايت تقول لك الشاي الاخضر بقى انا بعد الاكل عشان يهدم وكده. ندى، الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور انت اسال، هو الليمون الليمون بالنعناع حلو ولا وحش؟ حلو. واحد شربه حلو جدا يا ستي. ليمون حط عليه اي حاجه، ليمون بالنعناع، جزر بالليمون، اكلت الليمونه صاحيه زي الفل. فكره الليمون في حد ذاته انه احنا محتاجينه في الفترات دي كفيتامين سي، انما خلينا برضو واحد عنده التهابات، يعني خلي بالك فكره ان انا لو عندي احتقان شديد قوي قوي في زوري والتهابات في الحلق، لو حضرتك شربت ليمون مش هيكويه، ده هيلهبه اكتر. صح. احنا لازم نبقى عاقلين في كل حاجه بناخدها. طبعا الليمون بالنعناع من الحاجات الحلوه، ده مفيد يا دكتور، مفيد جدا جدا جدا، حاجه للبطن وحاجه للقلب. النعناع من الحاجات اللي بتهدي القولون والقلب والتوترات بتاعه الامعاء. الليمون فيه فيتامين سي. طب الليمون تحطيه على اي حاجه انت كسبانه، مش خسرانه حاجه خالص. جربي كده لما بتحط الليمون على الفول او على الباميه او على اي حاجه افتحت، يعني تبقى سودة وافتحت، بيمنع لو انا عندي انيميا الليمون يعالجها، لانه بيحول الحديد الثنائي لحديد ثلاثي، فما يبقاش بيكسر في الدم، فيبتدي جسمي يحافظ على الحديد والمخزون بتاعه. ليمون حاجه حلوه قوي، بس الليمون مش هو كل حاجه، في في البرتقال، في في الجزر. ما انا قلت لك الجزر بالبرتقال دي من الحاجات اللي بترفع المناعه. صح كده؟ صح. كل حاجه حلوه بتاعت ربنا، يعني كل حاجه طبيعيه بتاعت ربنا كويسه. طبعا ناخد اتصال. طيب محمد، الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته. النبي يا دكتور، كل عام وانتم طيبين يا فندم. وانت طيب يا استاذ محمد، اتفضل. النبي
السكر الدايت يا دكتور ده مفيد ولا ده بس اسم؟ وبعدين باخد كبسوله اللي هي بتاعت سوماكس دي بتاعت التوم دي عري، ماشي مفيده برضه ولا مضره؟ ماشي ماشي. السكر الدايت ده برضه عشان سمعنا عنه كلام كتير يعني. طيب، طيب حلو السؤال ده، هنرد عليك حالا يا استاذ محمد، شكرا على اتصالك. السكر الدايت برضه يعني في ناس تقول لك انا هاخد بحط سكر دايت وتحط طيب. كيسين ثلاثه تحط ثلاث يعني حاجات كده. بصي، هو المحليات الصناعيه دي فيها حاجتها نوعين دلوقتي. هو المحليات الصناعيه دي كان في الاول نوع في ماده اسمها الاسبرتام، ودي كانت ماده شويه ابتدوا يكتشفوا ان هي مش وحشه ولا حاجه، لكن ماده ما ينفعش تعرض للحراره بكميه كبيره، يعني ما ينفعش مثلا احطها في حاجه بتغلي. بالظبط. انت لما تجيب المشروبات الغازيه اللي هي الدايت هتلاقي مكتوب عليها اسبرتام، الاسبرتام دي ماده بحلوينه، على فكره الاسبرتام ده احنا بنستخدمه في الادويه، بيعملوا بيه الادويه عشان الدواء ما يتعبش وما يعليش السكر ما يتخنش، خاصه لو في ناس بتاخد منه كميات، بيدي الحليان بتاع الطعم. لو هتستخدمه في حاجه بارده يعني في حاجه ساقعه اوكي، لما هتحطه على النار لا، عملوا انواع تاني تتحط على النار. تسمع مني؟ اه طبعا، استخدامه لوقت طويل مش صحي، مش صحي، مش صحي خالص. والشركات عارفه ده، بس الناس عاده اللي بتعمل دايت ما بيعملوش طول عمره، ده بيعملوا قيمه شهر اتنين تلاته بالكتير ست شهور ماكسيمم سنه. فالوضع ده في حد ذاته يخليك انت تكون ابتديت تبطل السكر. ما انا جبت واحد بياخد خمس ست معالق سكر مش معقول هشربه ازاي ساده، لا هيكتئب وهيبقى في طعم وحش. فاقول له طب عوض الست معالق دول بسكر دايت. انا المفروض في الفتره دي مش بحفظك السكر ده يفضل عايش معاك، انت المفروض بتقلله بالسكر ده. انك بتبتدي تقلل اللي انت استهلاكات بتاعه السكر بتاعتك في خلال الفتره دي. كنت بحط 3 كيس بقوا كيسين بقوا كيس. انما الوقت طويل لا طبعا، مدرب. مش بننصح بيه. مش طبعا كويس. مش ما اقدرش اقول كده، لكن في يعني الاكثار منه غلط. بالظبط كده، في مذكرات وفي بيبر اتعملت، لا مش لطيف انك انت تاخده الوقت طويل طبعا. طيب دكتور، الشاي الاخضر الناس تقعد تاكل 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 تقول لك بعد الغدا بقى، بعد الغدا بقى ايه كوبايه شاي اخضر عشان تحرق كل اللي انا اكلته ده. هو ده الحلو، وتاكل وتاكل تقول لك لا لا ده انا حافظه على جسمي، بس انا ايه بعد الاكل لازم اخد كوبايه الشاي دي هتحرق كل اللي انا اكلته. ما انا هقول لك اهو، بصي الشاي الاخضر انا عامه ما بحبوش. هو على فكره هو 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 لطيف شويه فعلا، لانه مضادات اكسده، بيحافظ على البشره، بيحافظ على المعده، في ليونه بيلين البطن. لكن تعالي في الاخر وفي الاول نتفق ان هو شاي. يعني ايه شاي؟ يعني حضرتك ايه الفرق بين الملوخيه الناشفه والملوخيه الخضراء؟ الاثنين ملوخيه. صح. بس دي ليها طعم ودي ليها طعم. ده شاي احمر دخل مصانع، وده شاي اخضر دخل اخذ مرحلتين بطريقه معينه بامكانيات معينه فطلع ليه طعم تاني خالص. طبعا الشاي الاخضر افضل من الشاي الاحمر. ده حقيقي، عشان بطني وعشان يمنع الكوليسترول شويه، بيحافظ كمضادات اكسده، لكن في الاخر هو شاي. مش حاوي، مش ساحر، ما فيش حاجة اسمها أخده وأنا واكل طاقة كبيرة قوي. أيوة. هتخسسني إذا كانت الأدوية ما تقدرش تعمل ده. بالزبط. في أدوية في السوق، الناس بتاكل الظهر غدا وفراخ، في أدوية في السوق أساسا الماكسيمم إفكت بتاعها إنه ينزل من الفات بتاع الجسم كله 30%. 70% راحوا فين؟ أنت خزنته. صح. يعني تخيلي تلت الوجبة بس. فإذا أنا لو واخد 100 جرام دهن وأخدت الدواء المشهور قوي اللي مالي الصيدليات دلوقتي، مادة فعالة يعني مشهورة، حضرتك هتنزلي 30%، يعني هتنزلي 30 جرام، ال 70 جرام انت خزنتيهم. الشاي الاخضر هيعمل ايه بقى؟ ولا حاجه. ولا حاجه، صح؟ صح. عشان نفضل نشرب في شاي اخضر وبعدين افاجئ ان عندي انيميا. ما هو الشاي هو شاي. الشاي هو شاي. وبيضعف وبيسبب انيميا. بالظبط كده، شاي هو شاي، فمش بكترته يعني. طيب ناخد اتصال؟ طبعا اتفضل. استاذ حسام، الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا الدكتور بعد اذن حضرتك. اتفضل يا استاذ حسام. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا حبيبي، كل سنه طيب. كل عام وانت بألف خير يا دكتور. اتفضل. انا لو سمعت حضرتك، انا باخد العلاج اللي هو بتاع الجرثومه دوت، العلاج الثلاثي دوت. وعندي القولون بايظ والمعده بايظه نفس القصه كده. وطبعا مش عارف بقى الليمون مستحب مع العلاج دوت لانه حامض بيزود الحمض يعني او كده. تمام. بص، لا لو انت من الناس اللي عندها مشكله في الجرثومه الحلزونيه مش هتستحمل لا ليمون ولا برتقال. تخيل؟ لا، هي جرثومه الهيليكوباكتر يا دكتور. ايوه، ما هي الجرثومه الحلزونيه اسمها. جرثومه المعده. ايوه، في ناس بسبب التقرحات اللي حصلت في المعده مش هتستحمل تشرب لا برتقال ولا ليمون. طب هل ده معناه انا اعمل ايه؟ مش هاخده دريك، مش هاخده دايركت، مش هاخده سكه، مش هاخده كمشروب، هحطه على الاكل، هحطه على السلطه. انت لو اخدت اي حاجه من الحاجات اللي فيها شطه وتوابل تقيله هتلاقي بطنك قامت عليك. ما احنا بنقول اهو مش لازم اخد الحاجه بكميه كبيره بشكل مباشر،
ما انا لسه كنت بحكي، انا ممكن اخلطها بحاجه تاني وتبتدي تديني نفس الفعاليه. اتفقنا؟ طيب منتجات الالبان يا دكتور حضرتك ممكن تضر مع العلاج دون؟ لا ما بتضرش، بس في ناس ما بترتاحش مع العلاج ده يعني او مع المرض ده على منتجات الالبان، وان كان علاجها عشان تبقى انت عارف انك تاكل سندوتشات جبنه خفيفه كده ومكرونه مسلوقه الحاجات الخفيفه دي بتهدي المعده. ما اصل منتجات الالبان دي كتير، فاهم قصدي؟ ما انت لما تيجي تقول يعني. ما انا هقول لك، بس لما تيجي تقول جبنه رومي وجبنه فلامنك او جبنه مطبوخه، ما دي منتجات البان، دي من الحاجات اللي بتعمل حموضه وتعلي الحرقان بتاع معدتي، عكس لما اكل جبنه قريش او جبنه قليله الدسم خالص او جبنه اللي هي الفيتا دي اللي عارفها، اللي هي الحاجات اللي بتبقى خفيفه اللايت. احنا بنجيب الجبنه الفيتا وبنحط عليها زيت الزيتون، زيت الزيتون مش مستحب روفر ولا ايه؟ حلو، طبعا حلو جدا، زيت الزيتون من الحاجات الحلوه برضو اللي بتحافظ على الجسم ومش بتعمل سمنه يعني، وبتحافظ على الجسم من الكوليسترول. مظبوط، تمام، الف سلام عليك. شكرا على اتصالك يا استاذ حسام. طب يعني يا دكتور دلوقتي هو عنده رسوم فعلا اللي احنا كنا بنتكلم هو كان بيحكي عنها وكان بيقول هل طب انا اشرب لها ليمون؟ ما انت عمال تقول ليمون، عشان كده انا مش بحب اصمم على كلمه معينه او فكره معينه، لان واحد زي ده، واحد عنده التهابات في المريء، واحد عنده تقرحات في المريء، واحد عنده دوالي، مش قادر يشرب ليمون، مش هيفضل كل شويه يشرب ليمون، مش هيفضل كل شويه يشرب حاجه سخنه. عشان كده خلينا مبدعين، كل حاجه مسموحه ليا، هاكل النهارده ليمون، بكره برتقال، ما اكلتش خالص هلاقيها في جزر، هلاقيها في جرجير، فاهمه؟ الميه مش سخنه هشرب ميه ساقعه. لازم ابقى واعي، انا دكتور نفسي. صح. طب هنطلع فاصل يا دكتور؟ نطلع فاصل. نطلع فاصل واستنونا بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين مع دكتور مينا وبنتكلم عن برضو جهاز المناعي. دكتور اخر حاجه نقدر نقولها للساده المشاهدين، ايه النصايح اللي ممكن تقولها لهم لتقويه جهاز المناعه والحفاظ على جسمهم في نفس الوقت وتجنب السمنه؟ بصي خلينا نتفق في حكايه المناعه دي دلوقتي هي سلاح مهم قوي عشان فيروس كورونا واللي داير في السوق. انا كل اللي طالبه منه ان هو زي ما اتفقنا كده، بما ان في اوريدي وقت كبير ان احنا بنقعده في البيت، حضرتك محتاج انك تنام كويس، تشرب ميتك كويسه، نتكلم مع بعض كاسره عشان نرفع من الحاله المعنويه بتاعتنا، خضاري فاكهتي، مش محتاجين نجيب حاجات محفوظه بكميه كبيره. الكافيهات اللي هي الشاي والقهوه دي نقلل منها، لو عرفنا ننزل نتحرك نص ساعه، نبتدي نعمل رياضه مع بعض في البيت، دي برده من الحاجات الحلوه اللي بتعلي المناعه. هو ممكن نمشي شويه يعني بالظبط عشان الناس اللي بيبقى عندها احتياطيات في حكايه الحذر من انه يتحرك. دي من الحاجات اللي بتقوي المناعه، لان فعلا الفيروس بيقدر يسيطر على البني ادم باسرع وقت ممكن لما بيلاقي جهاز المناعه بتاعه ضعيف. بس دي من الحاجات المهمه اللي لو عملناها حاجه بسيطه مش مكلفه، مش مكلفه، قبل ما نبتدي بقى نقول عشان اقوي المناعه عشان الموضوع بتاع الفيروس اللي موجود دلوقتي، نبتدي ناخد الحاجات اللي فيها فيتامين سي، الحاجات اللي فيها زنك، الحاجات اللي فيها اوميجا 3. دي حاجه كوستد، حاجه مكلفه ان انا انزل اجيبها من الصيدليات، بالنسبه لي مكلفه مش بس غاليه. احنا عندنا فكره غلط ان انا بستهلك كميه حاجات كبيره قوي قوي قوي، في ناس بتنزل تشتري من الصيدليات دلوقتي الدواء وهي مش محتاجاه. صح. طب انا دلوقتي لما جاني واحد تعبان وده البروتوكول مثلا بتاعي في العلاج، راح يصرف روشته ما لقاش فيتامين سي، انت ما كنتش محتاجه، ما انت ممكن تاخده وانت سليم من الاكل. احنا بنسيبه للناس العيانه. يا دكتور من كتر الزعر والخوف اللي بيصاب بيه الناس عشان احنا ما وصلنا لهمش الفكره صح. احنا حسسناهم ان الفيروس ده وحش. لا، الفيروس ده لو انت حضرتك صحتك كويسه جدا هتقدري تقاوميه، لو حضرتك محافظه على نفسك هتقدري تقاوميه، مش هتتدهور الحاله الصحيه بتاعتك. غسلنا ايدينا، لبسنا كمامتنا، سلمنا على بعض من بعيد بالظبط كده، اللي هو نشوف حضرتك اقول لك كده كده مش لازم ايدينا مش لازم السلام، مش لازم ان احنا نقرب بالظبط كده. الناس اللي بتكح، الناس اللي بتحط ايديها على بقها، الناس اللي بتستخدم مناديل، الفكره كلها النزول من البيت للضروره بالظبط كده، لو للشغل ولو رايحه الشغل لازم ان انا التزم، ما سمحتليش بالظبط كده، ما سمحتليش ان الفيروس يتفشى فيا او ينتشر. ان هي كلها وعي زي ما احنا بنقول كده، وعي شعب ووعي ناس، وعي مواطنين، اللي اتعزل عرف انه عيان بالزبط. اللي عيان قعد في البيت بلغ كده في شغله انا تعبان يا جماعه مش قادر انزل يمين لغايه لما اطمن على نفسي عشان ما عنديش القصد بتاعي. احنا القصه كلها في المناعه، اني ابقى عارف عندي ايه عشان اعالج ايه. صح، بس هي دي القصه. المناعه مش بس هي كل حاجه، وارد اعيا لان الفيروس اقوى مني، لكن بحياتي ونمط حياتي المظبوط احافظ على اللي حواليا. صح بالظبط.
انا معاك يا دكتور في كل اللي انت قلته طبعا، تقويه جهاز المناعه والحفاظ على جسم الانسان والحفاظ ان احنا ناخد ناكل كل الاغذيه المفيده للجسم، وتجنبا برضو لحدوث اي فيروس ممكن ان الجهاز المناعي لو ضعف ما يقدرش يقاومه. لا بالعكس، عايزين ناكل كل الاكل المفيد اللي الدكتور قال عليه، الاكثار من الخضروات، شرب المشروبات الساخنه المفيده، مش الشاي والنسكافيه ولا الكلام ده. طبعا الخضار البقوليات برضو ليها فوائد كتير للجسم والحفاظ على مناعة الجسم وزيادة من الجهاز المناعي. فطبعا كل ده نحاول ان احنا طبعا مع الاهتمام بالنظافة، مع الالتزام بالقعاد في البيت والنزول للضرورة طبعا لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، ويا رب يعني يشيل عنا الوباء والبلاء يا رب، وان شاء الله نبقى في احسن حال. بشكرك جدا دكتور مينا صفوة، تشرفتني ونورتني، وكل سنه وانت طيب وما تغيبش عنا كده ودايما متواجد معانا يا رب، ونستفيد من كل يعني كل دراساتك ومعلوماتك وكل خبرتك في الاطار الطبي طبعا. كتر خيرك، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا دكتور، كل سنه والمشاهدين كلهم بخير، وبلدنا الحبيبه مصر بسلام، يحفظ مصر بلدنا يا رب من كل دايما يا رب. وانا متشكر خالص وحلقه حلوه. بشكرك جدا يا دكتور. بشكر دكتور مينا صفوت استشاري العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه جامعه القاهره، بشكرك جدا يا دكتور. شكرا. ولسه مكملين فقرتنا الثانيه بس مع دكتوره ولاء شبانه استشاري الصحه النفسيه والخبير التربوي، ولكن عن طريق التليفون، وهنتكلم في موضوع مهم جدا اللي هي كثره انتشار يعني مش هقول يعني رمي الاطفال الرضع حديث الولاده في الشوارع، وانتشرت هذه الظاهره في الفتره الاخيره طبعا، وموضوع مهم جدا. هل انتشار الظاهره دي راجع للاب والام، ولا راجع للاساليب الخاطئه اللي احنا بنستخدمها في حياتنا، ولا راجع لتاخر الزواج؟ كل ده هنعرفه مع دكتوره ولاء شبانه، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين، ولكن مكملين مع دكتورة ولاء شبانة عن طريق المكالمة في التليفون. هتوضح لنا الظاهرة المنتشرة في خلال الوقت الحالي والوقت السابق من هذه الظاهرة، وهي ظاهرة رمي حديث الولادة في الشوارع، إلقائهم في الشارع سواء في يعني باسكت الزباله او في الشوارع او في يعني ظاهره صعبه جدا ان احنا نعرف، عايزين نعرف اسبابها ايه اسبابها، وهل ده بيرجع لثقافه المجتمع، وهل ده بيرجع لاخطاء بيقع فيها الاباء والامهات، وهل ده نتيجه برضو التاخر الزواج. ده هنعرفه كله مع دكتورة ولاء شبانة استشاري الصحة النفسية والخبير التربوي، وكمان هل ده ليه علاقة بالناحية النفسية والسيكولوجية ولا لا، وده هل برضو ليه علاقة بتأخر النقص في الثقافة الدينية والإيمان بالله، ولكن كل ده هنعرفه مع دكتورة ولاء في كل ما يتعلق بانتشار ظاهرة إلقاء الأطفال حديثي الولادة في الشوارع. ومعانا برضو صور هنعرضها لكل الأحداث اللي حصلت قبل كده في هذه الظاهرة، وهنعرضها على الشاشة علشان السادة المشاهدين يشوفوها. وده كل ده هنتكلم فيه مع دكتورة ولاء شبانة، وتوضح لنا هل البنت لما بتتمسك برضو بأخلاقياتها بنقول عليها معقدة وده بيأخر الزواج، ولا البنت اللي هي بتكون يعني بتاخد نوع من الحرية وده بيؤدي إلى إن هي بتقع في الغلط لأن بتوجه مشاعرها لأشخاص خاطئين، فده بيؤدي إلى الأخطاء اللي بنقع فيها دلوقتي. كل ده هنعرفه طبعا في فقرتنا دلوقتي، ونعرف كل إجابات هذه الأسئلة من الدكتورة ولاء شبانة. وده بيرجع برضو هل الأسرة والتربية والأصول الدينية الغارزة في الأولاد سواء الولد أو البنت، ده راجع برضو لانتشار هذه الظاهرة. وهنستنى اتصالاتكم وتليفوناتكم على الأرقام الظاهرة على الشاشة، وهترد عليكم دكتورة ولاء شبانة.
طبعا عايزين نتكلم تاني عن هل الموضوع ده بيرجع للتعليم؟ هل التعليم ليه دور؟ هل المستوى الاجتماعي ليه دور؟ هل ان الاب والام تربيتهم واتجاهاتهم، هل الظروف الحياه وعدم تقارب الاب والام من الابناء هو ده اللي بيؤدي لانتشار بعض الاخطاء اللي بتوقع الاولاد او الابناء في هذه المشاكل الكبيره اللي هي يعني صعب ان احنا نعملها؟ هل الولد او البنت لما بيجي او الاب او الام لما بيجي عندهم حاله ان هو لما بيرمي طفل في الشارع حديث الولاده نتيجه خطاه او خطا الام، قلبك فين وانت بترمي الطفل ده؟ يعني انت دلوقتي القلب فين، الاحساس، المسؤوليه، الدين فين؟ اعتقد ان انت كده عديم الاخلاق، يعني تكاد تكون الاخلاق معدومه وليست موجوده خالص، حتى انت ولا تربيت عليها ولا شفتها في البيت ولا انت كمان. انا مش بهاجم، ولكن يعني انا دلوقتي مش قادرين ان احنا نحكم على الموضوع ده غير لما هنعرف كل التقارير من دكتورة ولاء شبانة، ولكن ممكن دلوقتي نعرض بعض الصور اللي حدث في هذه الظاهرة الفترة الأخيرة في بعض إلقاء الأطفال حديثي الولادة في الشوارع، في الشوارع، في باسكت الزبالة، في كياس الزبالة، في حاجات كتيرة جدا. يا ريت المخرج يعرض لنا بعض الصور، نشوف الصور اللي حصلت أو انتشرت في هذه الظاهرة الفترة الأخيرة جدا. وطبعا احنا لازم بنلقي الضوء على الآباء في البيوت طبعا، وعلى اهتمامهم بالأبناء أكثر من اللازم والتقارب منهم، لأن الظاهرة دي بترجع لأن الموضوع بيختلف لو في دين ولو في أخلاقيات ولو في سلوك اجتماعي محترم وفي إنسانيات لا يمكن الظاهرة دي تنتشر. وطبعا بنشهد كل المسؤولين بعدم انتشار هذه الظاهرة مرة أخرى، ونحن إزاي يعني نقاوم هذه الظاهرة بعدم حدوثها مرة أخرى. طيب احنا معانا شوية صور، أنا بطلب من مخرجنا ممكن هو يعرضها لنا، وده كل ده طبعا إن احنا يعني لازم نواجه المشكلة دي ولازم نحلها، ولازم كل مستشفى بيلجأ ليها أي أم أو أي أب إنها تعمل بتكون في حالة ولادة وتوضع الطفل وبعدين تاخده ترميه في الشارع، لازم تعرف إيه هي، مين الأب ده ومين الأم دي، مين هم، يعني هل الطفل ده فعلا ده أبوه ده أمه؟ طيب إحنا دلوقتي عندنا صور هي عرضناها على الشاشة، ده طفل حديث الولادة بعد ما اتولد حطوه في كيس زبالة ورموه في الشارع. دي ظاهرة من الظواهر برضو، يعني ده طفل من الأطفال اللي اترمت في الشارع. وفي صورة تانية برضو طفل مرمي في الشارع برضو، يعني حرام والله، يعني أنا يعني مش هنقول يعني. ودي صورة تالتة برضو في كيس من أكياس الزبالة. طبعا احنا كل ده يعني الطف بينا يا رب طبعا من كل الاخلاق السيئه دي موجوده في مجتمعنا، رغم ان احنا مجتمع شرقي ومجتمع ديني ولا نسمح بهذه انتشار هذه الظواهر، ولكن بعض الاخلاقيات الناس الغير محبوبه والغير محبذه والسيئه هي اللي بتضطر ان احنا نرجع لانتشار هذه الظاهره. ولكن برضو أنا عايز أقول إن يعني لازم إن إحنا نهتم كويس جدا، يعني بيرجع كل الموضوع ده للتربية. التربية أساس لكل شيء ولكل تصرف سليم ولكل تصرف خاطئ بيحدث. التربية لازم يا جماعة نهتم بتربية أولادنا وأبنائنا. مش معنى إن أنا اتأخرت في الجواز أو معنى إن أنا وصلت لسن العنوسة إن أنا ألجأ لتصرفات خاطئة، لا طبعا، ده مش صح، وده ده يعني ده غلط اللي انت بتعمليه. انت بتحلي خطأ بخطأ، بالعكس. انا حتى لو عدى سن الجواز، حتى لو اتأخرتي في الجواز، ده مش حل ان انت تعملي اي حاجه غير مشروعه غير شرعيه وتجيبي طفله في الاخر ترميه في الشارع وما تعترفيش بيه لا انت ولا ابوه. انا مش معاكي في كده خالص، لان كل واحد بياخد نصيبه في الدنيا دي. وانا يعني بقول ان مش معنى ان انا هعمل ده فان انا كده خلاص هتجوز وان انا هجيب طفل ولا لا، بالعكس، ممكن تلاقي ان رد الفعل اللي انت عملتيه ده رد فعله خطا، يعني لكل فعل رد فعل، انت صرفتي غلط وده طبيعي ان انت هتلاقي رد الفعل غلط، لان الاب مش هيعترف بالابن وفي الاخر هنلجأ لايه؟ ان هو هيترمي في الشارع.
طبعا احنا مش عايزين نلجأ لهذه الطريقة ولا عايزين نرجع للموضوع ده او يزيد انتشاره، لانه انتشر كتير جدا في الفترة اللي فاتت وما زال مستمر. احنا عايزين ما تنتشرش هذه الظاهرة تاني. والموضوع ده لا هو راجع نفسيا او سيكولوجيا لشخصية البنت او شخصية الولد او شخصية الاب او شخصية الام. فده يا جماعة احنا لازم نتقي ربنا، انا بتكلم من ناحية الدينية، ان احنا نتقي ربنا. ما ينفعش ان انا اعمل حاجة غير زي دي وارمي طفل في الشارع ملوش اي ذنب خالص ان هو طلع طفل غير شرعي. يعني ما ينفعش يبقى طفل غير شرعي، حرام. نتقي ربنا شوية ونحافظ على ديننا ونحافظ على أبنائنا ونتقارب ليهم على بأكثر الطرق، نعرف سلوكياتهم ايه، بيتصرفوا ازاي، بيفكروا ازاي، في إطار طبعا التقدم التكنولوجي اللي احنا فيه دلوقتي ده. ده سببه برضو اللي احنا بنتكلم فيها، ظاهرة مهمة جدا 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 وانتشرت فترة كبيرة جدا وما زالت مستمرة. واحنا عشان نتجنب هذه الظاهرة لازم نرجع للآباء والأبناء، لازم نرجع للتربية، لازم نرجع للجسور بتاعة الولد والبنت. كل ده لازم نهتم بيه. أنا مش عايزة أطول عليكم طبعا، وده برضو بيرجع للجانب النفسي والجانب السيكولوجي للإنسان نفسه. يعني أكيد البني آدم ده أو البني آدمة دي مش سوية، أكيد في أخطاء ولازم نعالجها، لازم نعالجها علشان مجتمعنا ما يفضلش يظهر فيه الظاهرة دي أو ظواهر تانية برضو مخلة للدين والأخلاقيات الإنسانية. فإحنا كل ده يعني هنعرفه. ياريت بس إن يتم الاتصال بدكتورة ولاء شبانة يعني تفيدنا أكتر ونتكلم أكتر عن هذه الظاهرة. ولكن برضو أنا هقول إن الظاهرة دي، إن برضو وبأكد 1000000% إن هذه الظاهرة بترجع لنفسية الإنسان الأب والأم وسيكولوجية التربية والتعليم والبيئة المحيطة حوالين هذه الأشخاص. وبرضو مش هقول إن سبب العنوسة ده سبب يخليكي إن أنت تقعي في الغلط أو سبب إن أنت تكفري بربنا أو سبب إن أنت خلاص كده إن أنا هعمل العلاقة دي فإن أنا خلاص هتجوز وهجيب طفل وفي الآخر ترمي الطفل في الشارع. ما ينفعش. خلينا نمشي زي ما ربنا كتب لنا نصيبنا. ما ينفعش إن إحنا أخلاقنا أو طباعنا أو السيئة تاخد الحيز ده أو تاخد المكانة دي في الموضوع ده. أنا عايزة أتكلم بمناسبة إن الظاهرة دي أنا عن نفسي شفتها كتير وناس كتير، غير بقى الأطفال اللي بيروحوا الملاجئ لأنه مش لاقي لهم أب وأم طبعا، يعني غير إن هم بيترموا في الشارع، لا في أطفال تانية بتروح الملاجئ لأن ما لهمش أب وأم. يعني ده نتيجة برضو الأخلاقيات السيئة والنفسية المش كويسة. وده بيرجع برضو إن ممكن يكون برضو حدوث الظاهرة دي أو انتشارها أكتر من كده بيؤدي إلى غلاء المهر، يعني يقولك المهور، غلاء المهور اللي هو الجواز، صعوبات الجواز، برضو ده بيؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة. أنا طبعا مش بقول إن كل دي أسباب تبيح إن إحنا ننشر هذه الظاهرة أو إن إحنا يعني نستمر فيها، لا بالعكس خالص، لا إحنا لازم إن إحنا نتجنبها بكل الطرق. طبعا إحنا بنتكلم، إحنا في انتظار اتصال دكتورة ولاء شبانة أخصائي استشاري الصحة النفسية والخبير التربوي علشان تقدر إن هي توضح لنا أكثر في ظاهرة حدوث إلقاء حديثي الولادة الأطفال الرضع في الشارع وأكياس الزبالة وبسكتات الزبالة. طبعا هنرجع تاني برضو لنقطة إن بيقولك إن الآباء دايما بيقصروا في حق أبنائهم. في إيه؟ إن أنا دلوقتي لما باجي أقصر في حق ابني إن أنا ما بقعدش معاه أو إن أنا ما بتابعهوش أو إن أنا ما بعرفش سلوكياته إيه، مع مرور المراحل العمرية بتاعة الابن أو البنت ده طبيعي بيؤدي إلى إن الطفل الولد أو البنت بيحسوا إن الأب والأم بعيدين كل البعد عن تصرفاتهم وأخلاقياتهم وكل اللي هم بيعملوه. فطبيعي إن أنا ممكن يصدر منهم موقف أو حاجة مش طبيعية أو مش كويسة.
فلازم ارتباط الآباء بأبنائهم الارتباط الشديد جدا والملاحظة الشديدة على مدار مراحل العمرية اللي بيمر بيها الأبناء، لأن كل مرحلة عمرية ليها تصرفاتها وليها أخلاقياتها. طب احنا هناخد اتصال طبعا دكتورة ولاء شبانة استشاري الصحة النفسية والخبيرة التربوية. ازيك يا دكتور؟ الو الو، السلام عليكم. ازيك يا دكتور ولاء؟ اهلا بيك وكل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانت طيبة يا دكتور، ويعني كان نفسنا تبقي معانا بس يعني اتصالك في حد ذاته برضو وجودك معانا ده شيء مهم جدا. ربنا يخليك يا حبيبتي، كلكم ذوق والله، كل سنة وانتم طيبين. وانت طيبة يا دكتور. دكتور احنا دلوقتي بنتكلم عن ظاهرة انتشرت جدا في الفترة الأخيرة دي اللي هي ظاهرة إلقاء حديث الولادة في الشوارع. تمام. فعايزين نتكلم عنها، هل دي أسبابها تأخر الجواز؟ هل صعوبات الجواز؟ هل التربية؟ التربية للآباء والأبناء، هل البعد عن ربنا؟ عايزين نعرف أسبابها إيه؟ لا بصي، هو الحقيقة هو في أسباب كتير جدا طبعا. هو طبعا أنا بحيي حضرتك جدا على اختيارك للموضوع ده في حد ذاته، ولكن يعني الموضوع محتاج إلقاء نيران مش ضوء والله الحقيقة على القصة دي تحديدا، لأنها زادت قوي قوي في الأونة الأخيرة الحقيقة، ودي حاجة طبعا نبع من كذا مشكلة المجتمع بأسره بيتعرض لها. أولا أنا زي ما قلت لحضرتك، أنا ما بحبش كلمة ارتفاع سن العنوسة، لأن ما هي فيش حاجة اسمها عنوسة، وما فيش سن قانوني ولا في سن شرعي أصلا يقول إن في حاجة اسمها سن معين للزواج، ولكن ممكن نقول تأخر سن الزواج نسبيا بالنسبة للمجتمع المتعرف عليه حوالينا، يمكن ده أحد الأسباب اللي خلت يعني في لفت نظر شوية لقلق البنات على ان هي كده مش هتتجوز، فبتبتدي ان هي اي علاقة مثلا ممكن تتعرض ليها في اي وقت ممكن يعني تنساق وراها بدون وعي او بدون فهم وما الى ذلك. المشكلة الثانية برضو في حد ذاتها اللي واضحة جدا بالنسبة لنا، هي ان برضو في بعض الاهالي اللي بتغالي في المهور وفي طلبات الزواج بشكل او باخر بالزبط. ودي في حد ذاتها برضو كارثة كبيرة جدا. طبعا هو انا مش ببرر الموقف على الاطلاق، ولكن احنا عايزين ندور على الحاجات اللي نقدر نحط ايدينا عليها عشان توضح هي المشكلة الحقيقة نابعة منين تحديدا. فدي برضو احد المشكلات المهمة جدا جدا. طب ده يا دكتور برضو بيرجع للاخلاقيات، يعني الأخلاقيات اللي بتربى في البيت، يعني علاقة الأب والأم والأخلاقيات اللي بتنمو مع الولد أو البنت، ده ليه علاقة بانتشار هذه الظاهرة؟ ده اكيد طبعا اكيد. بصي حضرتك، هي الاخلاقيات والتربيه اللي احنا اتربينا عليها زمان للاسف ما بقتش موجوده دلوقتي بشكل او باخر. هي تكاد تكون معدومه يا دكتور. تكاد تكون معدومه بالظبط. بس هو انا ما بحبش دايما اظلم الاولاد او اظلم الاطفال او الجيل الجديد، لسبب ان الفكره بالنسبه لنا ان احنا في فجوه بينيه كبيره جدا جدا بيننا وما بين الجيل الحالي. الفكره مش فكره ان هم اللي صعبين ولا تربيتهم صعبه ولا ان الجيل بقى مختلف ولا ان زمان كانت ماما بتبص لي كنت اسمع الكلام، لا. الموضوع بالنسبه لنا المفروض يعني يبقى في توجه لعلم التربية أكتر من كده من ناحيتنا كآباء وأمهات. وده لأن المغريات اللي حوالين الطفل دلوقتي أصبحت مختلفة تماما عن زمان. صح. ودي في حد ذاتها يعني مهمة جدا جدا إن احنا ناخد بالنا منها. يعني يمكن يا أستاذة شيرين أقول لك، يعني كان زمان كان ممكن البصة كده زي ما بنقول، ممكن لو حد اتعاقب بس بإنه أنت مش هتروح مع بابا المشوار الفلاني. كانت بالنظرة يا دكتور زمان، لكن دلوقتي ما فيش. بسيطة جدا، لكن تعالي دلوقتي قولي لطفل مثلا، طفل أهو مش شاب كمان، يعني أنت مش هتاخد شوكلت ولا مش هتروح عند فلان ولا مش هخرجك المكان الفلاني، يعني مفيش اي اهتمام، ولا هتلاقي الطفل ولا الطفل دول اصلا بيبصوا اللي انت بتقوليه ده، يعني ضرب من الجنان بالنسبه لهم. فعلا. فاذا هم يعني هم غلابه جدا الحقيقه بصراحه الجيل بتاع دلوقتي، لان فعلا المغريات اللي حواليهم اصبحت كتير قوي قوي قوي، فاصبح التربيه في حد ذاتها بقت صعبه جدا جدا عن زمان. يعني المبدا مش انه عجز مننا ان احنا مش عارفين نربي، ولا شذوذ منهم ان هم اللي خارجين عن نطاق القواعد والاعراف، لا 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 خالص. هي الفكره ان احنا محتاجين ان يبقى في كوميونيكيشن كويسه ما بيننا وما بين اولادنا اكتر من كده، محتاجين يبقى في ترفع بالاخلاقيات شويه اكتر من كده، محتاجين يبقى في معيار قيمي وقدوه اكتر من كده موجوده في بيوتنا. نرجع قيمه الاب والام والجد والجده والاخ، وان ازاي ان انا احافظ على البنت اللي موجوده في العيله، مش اختي كمان وبس،
وازاي احافظ على البنت اللي جاره وازاي احافظ على البنت اللي ماشيه في الشارع. دي حاجات في حد ذاتها لا هي مش تقليديه ولا هي رجعيه، لا بالعكس دي من اسس 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 التربيه اللي المفروض ان احنا ناخد بالنا فيها مع اولادنا. ويمكن دي احد الحاجات اللي بتخلي الشباب دلوقتي بيقعوا يعني في براثن الرذيله او المصايب اللي بيحطوا فيها نفسهم وبيحطوا اهليهم دون وعي منهم، زي الظاهره اللي حضرتك بتتكلمي عنها دلوقتي. طيب دكتور انا عايزه اسال سؤال، هل البنت اللي هي بتبقى محافظه على نفسها وعلى شكلها وعلى سمعتها وكده، دي بيقولوا عليها بنت مقفله، بنت معقده، وبعدين تيجي البنت لما تفتح شويه فتقع في اخطاء غير شرعيه يعني غير مقبوله، فالصح ايه؟ المفروض ايه اللي يتعمل؟ بصي هو احنا محتاجين ان احنا نوجه البنات بس اكتر من كده، ويمكن وزاره التضامن مشكوره الحقيقه عملت حاجات كتير جدا من ضمنها مبادره موده اللي هي المطلقه في شباب الجامعات حاليا. طبعا هي توقفت بس عشان ظروف الكورونا الحاليه اكيد، ولكن دي كانت احد اهدافها ان هي بتقول يعني ايه زواج، يعني ايه مسؤوليه، يعني ايه اختيار صحيح للشريك الاخر سواء بنت او ولد، ودي طبعا حاجه مهمه جدا جدا. كذلك بعض المؤسسات التربويه بتنتشر في قرى والقرى والصعيد وكل مكان ممكن يتواجد فيه الفئه العمريه المستهدفه من الزواج او الفئه العمريه اللي بتمر بسن المراهقه دلوقتي، عشان توعي الناس بشكل اكتر المفروض ان هم يتصرفوا ازاي في المواقف اللي زي دي. فزي ما حضرتك بتقولي هي المشكله ان الشباب هم اللي بيتلاعبوا بالموقف بشكل كبير جدا. انا ما بقولش ان البنت بريئه، ولكن الشاب في حد ذاته لو يتقي الله في البنت اللي قدامه دي ويعرف ان هي بتمثل امه او اخته او قريبته او اي حاجه، عمره ما هيتعامل الا بما يرضي الله فعلا. فبتكون الفكره بالنسبه له ان هو بيوقع بفارسته بان لا انت المفروض تبقي متحرره اكتر من كده، لا انت بتحبيني، ايه يعني لما امسك ايدك مره، لما تاخدي بوسه مره، مش عارفه، وبتبدا الدنيا بالنسبه لنا يعني ايه نظرات فابتسامات. هو بالظبط هو التساهل، التساهل اكثر من اللازم ان هو يتصعد. لا احنا عايزين نوعي البنات ونفهمهم الولد في الزمن اللي احنا فيه ده اكتر من كل زمان فات كمان بسبب التلوث الاخلاقي اللي بقينا فيه دلوقتي، لا هو يوم ما بيدور ان هو يرتبط فعلا ارتباط شرعي بيرتبط باللي تقدر ان هي تحافظ على اسمه، بيرتبط باللي هي تقدر تحافظ على سمعته وعلى سمعه اهله، بيرتبط باللي تقدر ان هي تتماسك امام اي مغريات، مش بفكره الحب والرومانسيه المزيفه اللي الشباب بيدعوها، المشاعر المزيفه اللي بتؤدي لوقوف الاخطاء يا دكتور. ده حقيقي، ده حقيقي. وفي نفس الوقت برضو انا بقول للشاب، عشان برضو احيانا بيجي شكاوى مثلا يا دكتوره انا بنتي محترمه جدا جدا ومع ذلك ما حدش بيبص لها، لا معلش هو حضرتك هو كون ان ما حدش بص لها يبقى معناها الصحيح محدش محترم باصلها. بالظبط. لانها تفرق كتير جدا. صح. فلا كون ان انا بنتي ممكن تكون اتاخرت في سن الزواج شويه ده مش عيب ابدا. بنتي مثلا لو في قريه او في ارياف وبيحتاجوا ان هم سن الزواج بالنسبه لهم مقنن شويه يعني في ال 18 وفي 19 وفي ال 20 سنه، لا حضرتك هو لما يجي لها نصيب حد محترم. اكيد. يعني ده احنا حتى اكيد 20 ده احنا في عندنا امثله بسيطه جدا من اهالينا اللي هي ابسطها بيقول لك مش عارفه جواز الخزانه ولا اعاد الخزانه ولا جواز الندامه. جواز الخزانه ولا اعاد. لا معلش انا يا فرحتي ان انا اجوز بنتي وخلاص عشان يبقى اسم ان هي اتجوزت. صح فعلا. وترجع لي بعد كده شايله طفل على ايديها، ولا يبقى يعني هي وابنها ولا طفلها يبقوا ضحيه في يوم من الايام. لا احسن لها بكتير جدا ان هي تبقى موجوده بكرامتها في بيت اهلها لغايه ما يجي لها اللي يصونها ويقدرها. صح. ده اهم وافضل بكتير جدا. ايوه هيجي لها نصيبها اللي ربنا كاتبه لها. ده حقيقي، ده حقيقي. بالنسبه للكارثه بقى اللي احنا بقينا بنتعرض لها كتير جدا دلوقتي. بالزبط. هي فكره الاعتداء على البنات برضاهم او بغير رضاهم. بالزبط. بقى دي مش هي القصه، لكن القصه في النهايه ان بقى عندي ضحيه مجتمع اسمه اللقيط. اللقيط للاسف. صح. الطفل اللي بيترمي في الشارع او بيترمي في دار الايتام. بصي انا مش هقول لحضرتك هم يعني هل دول يعدوا يعني في اعداد المرضى النفسيين ولا ناس غير اسوياء نفسيا ادميا ولا ايه بالظبط، ولكن هقول لحضرتك ان بطبيعه الحال اللي يقع في هذا الخطا اكيد هو غير سوي نفسيا من البدايه. اكيد ده اكيد يا دكتور. اكيد صح فعلا. تمام. ولكن هو كل اللي احنا نقدر نقوله يعني هو ما فيش اسوا سمعه في الحياه من ان انا اكون ارتكبت خطا قدام ربنا سبحانه وتعالى. صح. فلو لا قدر الله وحصل اي مشكله في حاجه زي دي سهل جدا 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 غصب عنه لو انت بلغتي ان هو يعترف بابنه ده مش بمزاجه. هيعترف بيها يعترف بيه. فمفيش داعي على الاطلاق ان انا اتصرف تصرف زي ده ابدا. صح. الطفل ده ملوش ذنب. ملوش ذنب. ملوش ذنب في الخطا اللي هي عملته.
طبعا طبعا ده هو مش ذنبه، هو مش ذنبه اللي بيحصل ده اطلاقا. وعايزه اقول لحضرتك ان يعني هو الدوله في توجه ليها دلوقتي ان هي تاخد البصمات الجينيه والحمض النووي بالظبط طبعا عشان تتاكد ان هي تقدر تعرف، ومش هتعرف عشان تديه لحضرتك، لا هتعرف عشان تعرف تعاقبك كويس جدا انت والمتسبب في هذه الكارثه بشكل او باخر. طبعا تحياتي للسيد الرئيس، هو عمل حاجه مهمه جدا جدا ويمكن سنده الازهر في هذا الامر، وهو ان اعتبر الطفل اللقيط او مجهول النسب اعتبره في عداد الايتام. وده حق يعني تغير المصطلح تماما، ما بقاش الموضوع بالنسبه لنا اليتيم اللي فقد امه او فقد ابوه وامه، لا حضرتك هو فاقدهم بالتواجد ده في حد ذاته. السيد الرئيس حطه ضمن القانون الجديد من ما هو يتيم، ما هو فعلا يا دكتور هو كده يتيم. بالظبط بالظبط، هي الحياه حكمت عليه بكده. فطبعا يعني معالي الرئيس طبعا مشكور جدا ان هو حط الموضوع ده في الحسبان، وصرح دلوقتي بان الطفل ده لازم يكون ليه اسم من اربع اسماء، وعمل في شهاده الميلاد بتاعته ان محل الميلاد هو مكان اللي اتوجد فيه هذا الطفل في يوم من الايام. دي في حد ذاتها بدات ان هي تسهل عليه كتير جدا جدا في مواجهه المجتمع وفي مواجهه العمل فيما بعد وما الى ذلك. ولكن الوم على المجتمع بشكل او باخر انه للاسف بيبقى سبه في جبين هذا الشخص. انا كنت لسه هقول لك يا دكتور نظره المجتمع بقى. للاسف يعني هي دي، انا اتمنى بس ان احنا نصلح هذه الفكره، لان ده واحد يعني لا حول له ولا قوه. صح. يعني هو ملوش ذنب، هو ضحيه مشكله كبيره، مشكله يعني مش مشكلته، مش ذنبه يعني، هي مش مشكلته، هو شال ذنب مش ذنبه زي ما بيقولوا يعني. ده حقيقي. وبعدين انا لو هقارنها بحاجات كتير، لا ده يعني بصي، هو احنا يعني ناس بطبيعه الحال اصلا ناقمين على الاوضاع مهما كانت ومهما تغيرت، التخينه نفسها تخس والرفيعه نفسها يعني بصي احنا ناقمين على الوضع، احنا ناقمين على كل الاوضاع، لازم الواحد يبقى عنده رضا نفسي. بالظبط، ما فيش حد عنده السلام النفسي حتى او التصالح النفسي مع نفسه، ده مش موجود. طب ليه انا ما احسبهاش مثلا كام او كاب بطريقه ثانيه؟ الناس اللي بيقولوا لا انا بنتي ما تتجوزش في عيله، لا انا بنتي حماتها شديده ما اتجوزهاش عشان حماتها مش عارفه ايه، لا ده حماه صعب، لا ده طب ما ليه انا ما احطش في دماغي ان ده في حد ذاته يعتبر ميزه بالنسبه لي، اللي زي ده محتاج ان هو فعلا يحتضن في عيله ملوش حد. لو انا احتضنت هذا الشاب او هذه الفتاه، انا بقيت بالنسبه لهم كل حاجه، واقدر ان انا اتامن على بنتي كويس جدا جدا. واللي اتظلم في حياته يا استاذه شيرين عمره ما بيقدر ان هو يظلم. ما يقدرش يظلم يا دكتور ابدا. بالظبط، بالعكس دي حاجه هتبقى يعني جميله هيفضل شايلها العمر كله. ودي بتفرق جدا جدا معاه نفسيا، وبتخليه انسان معطاء جدا جدا. لان على نقيض اخر، انا لو ما اتعاملتش بشكل سوي مع الشباب اللي ما لهمش ذنب في ان هم طلعوا الى الحياه وهم لقطاء او مجهولي النسب، ما لهمش ذنب، احولهم بشكل غير مباشر لمجرمين ولمعتدين على المجتمع. صح. بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، وناقمين على حياتهم كمان يا دكتور. يعني الوضع اللي هم بقوا يعني موجودين فيه لازم يبقوا ناقمين على حياتهم، وفي تنمر وفي نفسيه مش كويسه، ويعني هو كله على بعضه مش هيبقى كويس اصلا. بالظبط بالظبط، في حين ان استاذ شيرين معلش انت لو بصيتي للموضوع بمنظور اخر، ان في اطفال كتير جدا ما بين ابائهم وما بين امهاتهم، وبيطلعوا فشله وبيطلعوا فاسدين وبيطلعوا مش متربيين، هم في حضن ابوهم وامهم. فعلا. فانا لما الاقي انسان ممكن يكون يعني لبنه كويسه لاسره كويسه او ذريعه طيبه، اقدر ان انا اخد فيه ثواب، وده حق مشروع لي، ده بني ادم يعني. صح. وفي نفس الوقت يقدر ان هو يصون بنتي او تقدر ان هي تصون ابني لو هي بنت. لا يبقى معلش ده من باب اولى بالنسبه لي ان انا احتضنه وان انا فعلا امدله يد عشان نغير حتى نظره المجتمع. بالضبط. لان هو يعني كمؤسسات وكمجتمع عموما يعني دي حاجه في حد ذاتها طبعا هامه جدا 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 جدا. ممكن يا دكتور كمان ان هو يكون احسن من اللي متربي بين في بيت فيه اسره اب وام وكده، ممكن يكون هو افضل واحسن. صحيح، ده صحيح. ما هو ده فعلا اللي احنا بنشير اليه، ان ممكن جدا، وفي نماذج كتير جدا. يعني انا بتعامل طبعاً في علاج الادمان، انا للاسف انا يعني حتى مفهوم المدمن دلوقتي ما بقاش زي زمان، يعني ما بقاش شكل المدمن بالنسبه لنا اللي تحت عينيه ازرق وواخد مطوه في وشه والكلام ده، لا 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 خالص. انا بقيت بتعامل للاسف مع طلاب من المرحله
الاعداديه والمرحله الثانويه وهم هاي ستاندرد قوي قوي في كمستوى اجتماعي وكمستوى مادي، وبنتفاجئ ان هم للاسف مدمنين. يبقى اذا الفكره مش فكره ان في اب وام، لا الفكره في التربيه والافراط. أيوة. الافراط في الحريه الزياده طبعا ده بيؤدي لانشار السلوكيات دي. بالظبط ده صحيح. يبقى اذا من باب اولى ان اللي انا لقيته كويس في مجتمعه وقادر ان هو يقوم على رجله ويفتح بيت ويصون بنتي او ان هي تصون ابني ايا كان نوعها، اذا كانت ولد او بنت، لا يبقى دول اولى بالنسبه لي كتير جدا جدا، بدل النظره الدونيه اللي المجتمع بينظرها بشكل او باخر. مع ان معلش يعني هو ده فعلا اولى بالنسبه لنا، ان هو يكون حد قويم على اسرته، وان هو ده حاجه فيها ظلم قبل كده فمش هيقدر ان هو يظلم حد حواليه بعد كده. دي في حد ذاتها برضو رساله هامه جدا جدا. صح. طب يا دكتور يعني احنا طبعا احنا عايزين نتكلم ان احنا ان في اكيد في ناس برضو مش سويين من الناس دي، يعني اكيد الاطفال اللي بيحصل لهم حاجه زي كده وبيكبروا يعني بيخشوا في اطار ان هم يعني يطمن، ساعات ما بيبقوش سويين برضو، يعني ساعات برضو بيبقى عندهم اخلاقيات وسلوك مش سويه، فده علاجها ايه؟ او ان احنا ممكن ازاي ان احنا نخليه او نعالجه او نخليه يتجنب هذه الظواهر ان هي تظهر عليه تاني؟ يعني خلي النظره تبقى شموليه بشكل اكبر. بمعنى ان دايما اللي عنده مشكله حرمان مثلا في دار ايتام ما او مش متربي مع اسرته مثلا في مكان بالزبط. ما اخر دي هتلاقيها مشكله نفسيه اصلا موجوده سواء في اللقيط او في اليتيم. تمام. فيعني هو بيتعامل كبني ادم في اللحظه دي، هو ما لقاش اللي يحتويه بشكل كويس، ما لقاش الرعايه الكافيه، ما لقاش الاحتضان الكافي، فاي بني ادم هيتحط في الوضع ده لازم هيتحول لبني ادم سلبي ومتمرد على المجتمع. اكيد. ايا كان بقى هو ابن غير شرعي او ابوه وامه متوفيين مش هتفرق بالنسبه لنا كتير. طيب. فخلي النظره شموليه اكتر ان احنا محتاجين فعلا ان يبقى في رقابه شديده جدا 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 على دور الايتام في كل انحاء الجمهوريه. زي ما في حاجات وحشه كتير زي ما برضو في نماذج طيبه جدا 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 موجوده في المجتمع، ولكن الموضوع بيحتاج فعلا للكثير من الرعايه والعنايه. وطبعا مش هقول ان كلهم هيطلعوا اطفال اسوياء او شباب اسوياء، اكيد لا يعني اكيد، ولكن يعني لكل قاعده شواذ يا دكتور. أيوة يعني بالضبط. زي الاطفال اللي موجودين في بيوتهم بالظبط، مفيش اي مشكله. اكيد. ولكن كل اللي بنتكلم فيه ان الموضوع محتاج متابعه شديده جدا جدا، مش من الدوله بس، لا مننا احنا نفسنا كمواطنين. انت من حقك كمواطن في اي وقت وبمنتهى الاحترام ان انت تدخل تزور دور الايتام وتطمن على حياتهم وعلى مستواهم وعلى سلوكياتهم. وكمان اكيد في دور كبير جدا يا دكتور وفعال اللي هو دور الدار نفسها، دار الايتام اللي هم بيقعدوا فيها الاطفال دي. بالضبط. لازم يكون لهم دور فعال وقوي جدا. هي الفكره بس يا استاذه شيرين ان مش كل الناس بيبقوا تربويين للاسف. فده بيبقى نتيجته ان مش كل الاطفال للاسف بيطلعوا كويسين لنتاج البيئه اللي حواليهم. فعشان كده احنا بنقول ان احنا محتاجين متابعه ورقابه اكتر من كده، من جهه الدوله ومن جهتنا احنا كمواطنين برضو اكتر. مفيش اي مشكله. تمام. خالص الدوله ليها دور، الدوله كمان ليها دور كبير قوي يا فندم. طبعا طبعا. يعني مفيش مشكله خالص ان حضرتك مثلا انت وزوجك او انت وابنك مره في الشهر مثلا نروح نعمل زياره لدار الايتام كل شهر كل شهرين مره حتى، بحيث ان احنا يعني نشاركهم في حياتهم ومجتمعهم. ده عامل نفسي قوي جدا كمان. طبعاً يا دكتور. طبعاً يعني طبعاً. بيخليهم يحسوا ان هم يعني زيكم زينا عادي، احنا كلنا زي بعض، مفيش اختلاف. ابسط حاجه اقدر اقولها لك، العامل النفسي بالنسبه لهم مهم جدا 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 جدا، واحد اسباب الاضطرابات النفسيه السلوكيه اللي بتحصل للشخص البالغ بيكون المنبع بتاعها من الصغيرين. ولما الرسول عليه الصلاه والسلام اوصى بان اليتيم بتاخد ثواب عليه بعدد شعرات راسه اللي ايدك بتمر عليها وانت بترتب على راسه، دي في حد ذاتها بتوضح ان الرسول كان فعلا عارف ومتنبئ بان النفسيه والعطف والحنان مهمه جدا جدا بالنسبه لهذا الطفل. اذا كان هو الموضوع اصلا مهم بالنسبه للطفل السوي اللي متواجد ما بين ابوه وامه. فمش هيبقى فاكيد مش هيبقى اكيد يعني اكثر اهميه للطفل اليتيم. بالظبط. فده من باب اولى ان يبقى الاهتمام بيه بشكل فعلا اكبر. عايزه اقول لحضرتك هو وزاره التضامن برضو يعني بتصرح بان اي حد مثلا من الاسر المقتدره او من الاسر الغير منجبه لاطفال او لم يرزقها الاطفال ربنا باطفال سبحان الله، يعني دي بيبقى نصيب، يعني بان هم ياخدوا الاطفال دول ولكن في سن معين وبشروط معينه. بالظبط. فاي اسره تقدر ان هي تكفل يتيم بالظبط في بيتها وتربيه في بيتها بتاخده على مسؤوليتها فعلا سواء ولد او بنت،
وبتيجي لجنه من الشؤون الاجتماعيه عشان تتاكد ان 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 المكان ده مستقر او ان الاسره دي مستقره او ان الطفل ده هيعيش حياه كريمه نسبيا او مش هيفرق بالنسبه له كتير، او هي مثلا مطلقه او ارمله في ظروف معينه وبتحتاج ان فعلا يبقى في ونيس معاها وبينوبها سواء او ان هي غير قادره غير قادره على الخلفه يعني على الانجاب بالظبط. يعني في كذا حاله بتتيح فيهم وزاره التضامن ان حد يكفل هذا اليتيم في بيته، وعايزه اقول لك ان دي طبعا بركه كبيره جدا جدا وثواب ما بعده ثواب فعلا. يعني انا معلش مع احترامي الشديد والله لكل الناس اللي ممكن تكون مرفهه شويه وبتربي حيوانات في البيت زي القطط والكلاب وبتقول ان هي اليفه، من باب اولى يا جماعه ان احنا نحتوي البني ادمين اللي مننا، اعتقد صح. ان دول يعني الافضل والاحسن احنا نكفي اليتيم، يعني ده ثوابه عند ربنا وده افضل ليه هو يعني. تمام بالظبط ونقدر كلنا ان احنا نتكاتف لحل هذه المشكله والازمه بشكل او باخر. ومن ناحيه ثانيه برضه لو مش هيقدر ان هو يكفي اليتيم، هو يقدر ان هو يعمل زياره كل اسبوع كل اسبوعين على الاقل، عامل نفسي هيرفع من روحهم المعنويه والنفسيه وهيقدروا ان هم يعيشوا سويين في الدنيا. مع يعني احترامي الشديد هي اداره الدار نفسها لما تبقى عارفه ان بيجي زيارات عندهم وزيارات متواليه وممكن تبقى زيارات مفاجاه في اي وقت، هم نفسهم كمان يعني لو مش مهتمين هيهتموا، لو مش واخدين بالهم من حاجات معينه او في جانب من الاهمال هياخدوا بالهم بعد كده. لكن انا بقول لحضرتك احنا كلنا مسؤولين مسؤوليه كامله عن نشاه هذه الاطفال سواء مؤسسات او مجال في العمل الخدمي او مواطنين او ناس مالناش مسؤوليه خالص في الدوله، ولكن على الاقل دي ارواح بني ادمين احنا يعني منوطين احنا مسؤولين عنها بشكل او باخر. صح. طيب دكتور انا عايزاكي تقولي لنا حاجه كده، دور الاباء في 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 هذه المشاكل المنتشره او الظواهر المنتشره السيئه في مجتمعنا المصري. بصي هي ظاهره القاء الاطفال الغير شرعيين دي في حد ذاتها زي ما قلنا هي نابعه من التربيه من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه ثقافه تربيه البنت في حد ذاتها احنا عندنا لسه رجعيه في هذا الامر. يعني ما عندناش لسه ما ارتقناش لسه الى الثقافه اللي بتقول ان لو لا قدر الله حصل اي مشكله مع البنت حتى او مع الولد، حتى لو هي بادئه بتحرش مثلا غير مقصود او مقصود بشكل او باخر وهم صغيرين، ما عندناش الجراه الكافيه ان احنا نعلم اولادنا ان لما يكون في اي حاجه يحكوا ويقولوا. ما عندناش ثقافة ان احنا نفهم اولادنا بيكلموا في ايه، بيصاحبوا مين، بيخلطوا مين. طبعا للاسف هو في ناس كتير الحمد لله بدات تهتم بهذا الامر وبدات ان هي تحتك باهالي الاصحاب حتى للاطفال نفسهم. هو ده الصح فعلا يا دكتور؟ ده طبعا ده مهم جدا. ما هي بصي هي دايما المشكله بتيجي من جماعه الاقران، جماعه الاقران دي اللي هي اكتر ناس ملاصقه او اصحاب للطفل او للشاب في وقت من الاوقات. فلما تكون الاسره مش هقول لك ان هي بتصنع سور لا ولا سياج، لا احنا هنقول ان هي بتحيط الابن او الابنه ببعض من الرقابه المقنعه اللي هي مقنعه تحت بند بقى المفروضه يعني الرقابه المفروضه على طول. ان احنا اصحاب مع بعض، عرفونا بتتكلموا في ايه، تفكير اصحابك شكله ايه، ولكن العنصر الهجومي للاسف اللي دايما بيتوافر في الشعوب الشرقيه دايما مخلي فيه نظره رجعيه لهذا الامر، وللاسف ده مش من مصلحتنا على الاطلاق. يعني هي مش من مصلحتنا على الاطلاق ان احنا نقول او ننادي بالرجعيه والتخلف ده خالص، لا. انا كل ما تكون بنتي صريحه معايا، كل ما اكون انا سرها في وقت من الاوقات خاصه سن المراهقه اللي هي بطبيعه الحال في السن ده هي محتاجه الاحتضان، محتاجه الكلمه طيبه، محتاجه صح. الكلام ده كله لو انا ما عوضتوش كأم واب في البيت هتلجأ بره والنتيجه هتبقى سيئه وتصرفات خاطئه. مع اول كلمه طيبه هي بتسمعها بره هتنصح. اكيد وراها. اكيد طبعا. وكذلك الشاب برضه يعني ما هو معلش هو فكره الانصياع وراء الجماعات المدلسه دي ايه؟ ما هي فكره ان الطفل بيبقى دايما مضطهد في البيت، دايما بيعاني من تمرد على وضعه على حاله، فاول ما بيسمع كلمه انت قائد، انت امير، انت سياسي محنك، انت فبيبتدي ان هو يعني يشوف نفسه بشكل او باخر ويبتدي شخصيته تتطور لشخصيه عدائيه للي حواليه بحجه ان هو بقى قائد وبقى. فعايزه اقول بس ان فكره دخول سن المراهقه دي في منتهى الخطوره، فلازم يبقى يعني كل المجتمع بما فيه الاب والام على قدم وساق عشان نقدر ان احنا نخلي بالنا من اولادنا بشكل طبعا او باخر. يعني المجتمع كله يعني حتى لو المدرسه لو البيت لو الاسره المحيطه لو الاصدقاء، كل ده لازم يبقى فيه اهتمام ويعني يبقى فيه شده في الرقابه كمان. طيب دكتورة ولاء، ايه النصيحة اللي ممكن تقوليها لنا بقى يعني
في نهايه فقرتنا كده. بصي هو المشكله دي لانها متشعبه، فبالتالي يعني الريكومنديشن هيبقى يعني متشعب برضه هو كمان. اولا هقول لكل بنت لازم تحافظ على نفسها كويس جدا. مفيش حاجه اسمها ان حد يضحك عليكي باسم الحب. اللي بيحب بيعرف يحافظ على الطرف الاخر بشكل او باخر. اللي بيحب بيعرف يحترم اللي قدامه ويعرف يحافظ عليه بشكل او باخر. فاوعي تنساقي وراء اي كلمه هو يقولها لك ملهاش اي لازمه. الشاب بنفس الكلام، لو سمحت اتقي الله في بنات الناس زي ما بتتقي الله في اختك او في والدتك او في جارتك او في قرايبك. لازم اعرف كويس جدا ان كل حاجه بتترد في يوم من الايام، فاتقي الله في كل تصرف انا بعمله خاصه مع البنات. لو لا قدر الله واللي حصل حصل، لازم اكون راجل قدام نفسي قبل ما اكون راجل قدام المجتمع، واعترف بالمشكله او بالخطا اللي انا عملته. لان الطفل اللي هترموه في الشارع ده ولا اللي هترموه في الزباله زي ما بنشوف مناظر كتير جدا، ده ذنب هيفضل متعلق في رقبتك ليوم الدين. انت مش قده ولا انت كفيل برد هذا الدين ربنا ابدا. صح. ابدا ابدا. صح. فلا، لو انت شايف ان انت راجل فعلا، لا، لو سمحت صلح غلطتك بشكل او باخر، حتى ولو هتنفصله، بس الطفل ده ملوش ذنب ان هو. صح. يبقى مجهول الهويه ومجهول النسب. الحاجة الثالثة طبعا رسالة للأباء والأمهات في فكرة ان ممكن يلاقوا ان مثلا في قصة حب وان كانت خاطئة او صحيحة، ولكن بقدر الامكان لازم يكون في رقابة عليها، ولازم يكون في احتواء ليها بشكل او باخر. لان انا افضل بالنسبة لي كتير جدا ان انا انبه على بنتي بان الزيجة دي ممكن تكون فاشلة، انبه مرة واثنين وثلاثة، ولكن لو لقيت ان مفيش اي نتيجة خلاص هو ده اختيارها، افضل بالنسبة لي وارحم بكتير جدا جدا من لما يحصل من ورايا. بالظبط، بدل. صح. ما تحصل مشاكل ولا انت ولا زوجتك ولا بنتك قدها في يوم من. صح. الايام. صح. لما الاقي ان حد ممكن يعني بيتقي الله في بنتي بشكل او باخر، ما استناش لما اعمل لهم صدمه عاطفيه بشكل او باخر عشان خاطر بنختلف على النيش يا جماعه. ما هو لما يجي. صح. يعني مش كده يعني. على النيش اهم حاجه، النيش والمؤخر والمهر وال... ده المتحف المصري عندنا في البيت، النيش ده يعني. والله موجود كده ملوش اي لازمه والله. يعني معلش، هو ده مش هيهدئ من روعه اي مشكله بينهم في يوم من الايام. خالص. ما اعتقدش ان الزوج ممكن يبقى متعصب في يوم من الايام هتقوم تطلع له كوبايه من النيش وتقول له ايه يا النبي يعني. ايوه. صح. يعني اعتقد ان الموضوع بيحتاج لترتيبات اخلاقيه ولترتيبات نفسيه. صح. قبل الزواج بشكل وما نصعبش يعني امور الجواز يا دكتور برضو. بالضبط. يعني نسهلها كده عشان الدنيا ما تبقاش يعني. بالضبط. ليها تصرفات ثانيه اخرى يعني. المهر والشبكه والكلام اللي الناس بتتكلم فيه ده، والله هي دي كل دي يا دكتور بتبقى شكليات وعمليات وعمليات تقديريه من من الولد للبنت يعني. ومش تقديريه وبس، هي تقديريه وممكن ما يبقاش في قدرته اصلا. بالزبط. فهي الفكره بالنسبه لي ان انا ما اضغطش عليه واتفاجئ بعد كده ان هو يقول لك لا انا هلجا للحاجه السهله بالنسبه لي، ايه اللي يخليني ان انا الجا للصح طالما. صح. هو صعب. وليه؟ لا يعني بس هو تعزيز البنت مش في الشبكه والمؤخر. أيوة. والحاجات دي تعزيزها. أيوة. اخلاقيا وانسانيا طبعا، ده اهم حاجه. يعني ده بالنسبه لي فعلا اهم بكتير ان هو يكون. اكيد بنتي. اكيد طبعا ده اهم بالنسبه لي كتير جدا. وبعدين معلش مع احترامي، هو ممكن يجيب شبكه بالشيء الفلاني واللي انتوا عايزينه كله، وبعد ما يتجوزها ياخدها منها، يبقى عملنا ايه؟ بالظبط. يعني هي او ممكن هو ما يتفهموش، اخلاقياتهم مش متفاهمه، هو. بالزبط. مش كويس، هي مش كويسه، فبيؤدي الى الانفصال. ففي كلتا الحالات كل الامور دي انا بقول انها شكليات بتتم بالتراضي والاتفاق بين الطرفين يعني. تمام، برافو عليكي. هو ده فعلا الصح. يبقى من باب اولى ان احنا ناخد بالنا من الحاجات اللي هي الثوابت اللي هتخلي الانسان ده يخلي باله من بنتي، والثوابت والاصول برضو اللي تخليني اعرف انتقي. الاصول والثوابت والاسس بتاعت التربيه والاخلاقيات. تمام. هو ده الاساس يعني. تمام. ده بالنسبه لي ده الاساس، لكن اي حاجه تانية دي حاجات يعني فرعيه ممكن بيتم الاتفاق عليها بدون اي مشاكل وبدون اي حدوث اي اختلاف. بالضبط. في الاراء. هو موضوع كبير وشائك جدا جدا. اكيد اكيد. لعده حلقات، بس يعني طبعا تحياتي لاختيار حضرتك يا رب يخليك يا دكتور. طبعا كان نفسي تبقي معانا في الاستوديو، ولكن وجودك معانا برضو في التليفون يعني عوضنا شويه عن كل المعلومات اللي كان نفسنا نعرفها من حضرتك. وبشكرك جدا دكتوره ولاء شبانه، استشاري الصحه النفسيه والخبيره التربوي. كل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا دكتور، شرفتينا ونورتينا في قناه الصحه والجمال. يعني هنقول ان لازم نراعي ربنا ونتقي ربنا ونخاف من وقفتنا قدام ربنا يوم الحساب، ان احنا فعلا مش قدها زي ما قالت دكتورة ولاء، احنا مش قدها. ف
فياريت ان احنا نتقي ربنا في نفسنا ونتقي ربنا في كل ما حوالينا. ودور الاب والام ارجو ان هو يزيد في الاهتمام والاحتواء على ابنائهم. ويعني وهنقول ايه يعني، ربنا كريم ان شاء الله، وربنا يزيل عنا البلاء والوباء يا رب، وكل سنه وانتم طيبين، وخليكم في البيت واشوفكم على خير.